السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور. هنبتدي النهاردة إن شاء الله الثيرابيوتيك توكسيكولوجي أو الميديكال توكسيكولوجي، اللي هو هنبتدي نتكلم على الأدوية اللي هي بتبقى يوزد في ثيرابي وبيحصل منها توكسيستي. فالنهاردة بإذن الله هنبتدي نتكلم على الأنالجيسكس، انتي بايريتكس اند انتي انفلاماتوري، وهناخد بيه اول حاجه فيها الساليسيليتس. معلش انا لسه بفتح الحاجه فمش مركزه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على الميديكال توكسيكولوجي، هنتكلم على الانالجيسكس انتي بايريتكس انتي انفلاماتوري دراج، هاخد الماس بتاعها الكبير الساليسيليتس. والساليسيليت بويزنينج ده is potentially life threatening ingestion. Most households كتير سهل ده موجود في البيوت كلها have enough aspirin to produce life threatening ingestion. طب ال available preparations اللي عندي، عندي الاسبرين العادي اللي هو في الاقراص اللي هو الاسيتايل ساليسيليك اسيد، عندي ال various cold preparations بتحتوي على ساليسيليتس جوه منها في التركيبات بتاعتها، عندي topical preparations زي الميثايل ساليسيليتس اللي هو الاويل اوف وينتر جرين اللي هو كاونتر ايريتانت اللي بيتجاب للارثرايتس وللركب وللبين، بيدلك بيه الركب والمفاصل اللي هو بيبقى زيت ابو فاس، والحاجات دي كلها ميثايل ساليسيليت اند ساليسيليك اسيد بيستخدم topically اللي هو على الكل والحاجات ديت لما تحب تعمل لها كيراتوليسيز او هي ليها كيراتوليتيك اكشن. طيب هنيجي بعد كده بنشوف ان بنشوف الكونديشنز اوف بويزنينج. فانا عندي الكونديشنز اوف بويزنينج في اكسيدنتال وفي سويسايدال. الهوميسايدال ما بيحصلش لان التوكسيك دوز بتبقى عدد الاقراص كبير جدا فمش هينفع يعمل بيها سويسايد، لكن اكسيدنتال ده كومن طبعا في التشيلدرن. اوكيرز اكسيدنتال في التشيلدرن باي انجيشن باي ذيم سيلفز او اكسيدنتال بالبيرنتس او النيرسينج بيرسونز. ليه؟ لان الطفل لما يحصل له توكسيستي من الساليسيليت بيبقى عنده هايبايركسيا زي ما هنشوف في الكلينيكال بيكتشر، يبتدوا يفتكروا ان البايركسيا دي الحراره دي من الانفكشن، يقوموا مستخدمين اسبرين تاني فوق الاوفر دوز يبقى بيعملوا سيفير اوفر دوزنج. تمام، with further administration of aspirin هندخله في severe toxicity. الجماعة العواجيز ال elderly patient may suffer chronic toxicity following a gradual alteration in their metabolic elimination process اللي بيحصل معاهم by aging and chronic diseases. ابتدي ان انا اؤثر على الميتابوليزم بتاعة الدراجز ديت فيحصل لها accumulation في البادي فتدخل في chronic toxicity. Suicidal ingestion ده بيحصل باليونج ادوليسنس، بنسمع كتير بقى سقطت في الثانويه العامه ولا حبت الواد ومش عارف ايه فقامت جايبه شريط اسبرين او شريطين اسبرين وقامت واخداهم. ده في الغالب ان هو بيعمل morbidity rather than mortality، يعني هيأثر على الكلينيكال بريزنتيشن بتاعتها وعلى الفيتال فانكشنز وهنوديها مستشفى وكده، لكن في الغالب المورتاليتي بتبقى محتاجه دوزز كتيره جدا اللي هي حوالي 30 قرص الى 35 قرص علشان تعمل السيفير توكسيستي اللي ممكن تؤدي الى الديث. طيب بنشوف بعد كده الميكانيزم اوف اكشن. الصوت واضح وانتوا معايا ولا في بروبلم؟ حد بس يرد عليا وريني ان انتوا معايا. مع حضرتك يا دكتور. طيب الميكانيزم اوف اكشن اوف ساليسيليتس، انا عندي الميكانيزم اوف اكشن بيختلف في حاله الثيرابي، يعني انا باخد ثيرابيوتيك دوز عنه في التوكسيك دوز. تمام كده، فاحنا هنشوف الثيرابيوتيك دوزز بتاعتها الساليسيليت دي بتتاخد اساسا ليه. بتتاخد از ان انتي انفلاماتوري وانالجيسيك وانتي بايريتيك. تمام، ده كل الكلام ده خدناه في الفارما، وده عن طريق ان هي بتعمل انهيبيشن. الميكانيزم اوف اكشن بتاعها اللي هو الانهيبيشن اوف البروستاجلاندين بايو سينثيسيس، بتوقف تخليق البروستاجلاندين في الجسم.
طيب انا عندي في التوكسيك دوز والكلينيكال بريزنتيشنز بتاعتها بتختلف، هيبقى لها تاثير على عده من الاجهزه في الجسم، بتبقى بريزنتد كلينيكالي بالاتي. فانا عندي الجي اي تي بيبقى فيه اريتيشن، وده مانيفستد باي ثلاث حاجات كومن: بيرنينج بين في الماوس وثروت، ولان السلسلات ديت ليها ليتل كوروزيف افكت، فهنشوفه ممكن ما يبقاش ليتل لما بتبقى تلزق على الميوكوزا. قرص الاسبرين من الحاجات اللي ممكن لو اخدتيه من غير ميه بيلزق في الميوكوزا بتاعت الاسوفاجس، يعمل لك فيها ألسريشن. فهو عمليه اللزقان بتاعته ديت بتعمل ايه كمان البيرنينج بين في الماوس والثروت، يعمل نوزيا وفوميتنج، يعمل جاستريك اروجن عشان الاتاتشمنت زي ما بنحكي كده، ويعمل ألسريشن ليدنج تو جي اي تي بليدنج سبيشالي هيماتيمسيس. هيماتيمسيس طبعا اللي هو يتقيأ البلد، يرجع بلد. طب بالنسبه للافكت على الهيماتولوجي، هلاقي في عندي بليدنج تندنسي، قابليه للنزيف. تبص ليه قابليه في النزيف؟ عشان طريق حاجتين تعملها السليسيلات: انهيبيشن اوف ذا بروثرومبين سينثيسز، وبالتالي بتعملي برولونجيشن اوف ذا بروثرومبين تايم. لما انا طولت البرولونجيشن بتاع البروثرومبين تايم يبقى بطول فتره النزيف، لان البروثرومبين هو اللي بيبروموت ايه الكواجيوليشن او الكلوت فورميشن. فيبقى انا عندي هنا في برولونجيشن اوف بروثرومبين تايم، في عندي انهيبيشن اوف بليتلت فانكشن، وبالتالي بزود البليدنج تايم برضو. يبقى انا بزود البليدنج تندنسي عن طريق افكت على البروثرومبين سينثيسز بيقلله، وعن طريق ان هي بتقلل البليتلت فانكشن. تمام كده؟ طيب هنشوف بعد كده بتؤثر على ايه، بتؤثر على ليها هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، ودي كومن جدا مع الاسبرين اللي هي بتعمل الالرجي. تعمل الالرجي بتتضح عندنا في خمس حاجات اللي هو ايه، سوري، في ثلاث حاجات اللي هو الارتكاريا على السكين، يبقى هتعمل لي سكين راش، تعمل لي ارتكاريا وسكين راش. تاني بلفت نظركم للدراجز اللي ليها بتعمل افكت على السكين وتعمل لي سكين راش، يبقى من ضمنها السالسيليت هتعمل لي سكين راش والارتكاريا نتيجة allergic reaction. هتعمل precipitation أو bronchial asthma، علشان كده الناس اللي عندها برد دايما وبياخدوا تركيبات الساليسيليتس مع الـ drugs of treating cold، فممكن هي precipitate عندهم bronchial asthma. لو عندهم شوية allergy صغيرة تدخلهم في bronchial asthma. ممكن تعمل angioneurotic edema، الانجينوروتيك إديما، ودي لايف ثريتنينج كونديشن طبعا، اللي هي من ضمنها هتعمل إديما عند الإبيجلوتس، وممكن تدخل في الأسفيكسيا ولازم نعالجها بالكورتيكوستيرويدز والأدرينالين والحاجات ديت. يبقى أنا عندي هايبر سنسيتيفيتي رياكشن اللي هم بيبانوا لي في الثلاث حاجات دول، رياكشنز على السكين على هيئة أرتكاريا وسكين راش، precipitation of bronchial asthma and angioneurotic edema. طيب تعالوا نشوف بقى السنترالي هي هتؤثر على السي ان اس ازاي. فهي هتعمل لي الاول stimulation followed by depression، يبقى معظم الدراجز اللي هناخدها بتعمل عمليه stimulation في الاول followed by depression. فالسنترال stimulation الاولاني هيعمل لي restlessness, excitability, delirium and convulsions، وهنا ده نتيجه زياده الكربون دايكسيد ليفل هو اللي هيدخل في الconvulsions واللي هيعمل عمليه السنترال stimulation. الليفل اوف انكريز كاربون دايكسيد احنا عارفين ان هو مينلي المين ستيمولس تو ستيمولييت ريسبيراتوري سنتر، ولما الليفل بتاعه بيزيد عموما بيعمل سي ان اس ستيمولييشن، يدخل في ريستلسنس واكزايتابيليتي ديليريوم اند كونفولجنز. بعد كده هيخش العيان في كوما which occurs in severe cases with inhibition of the vasomotor and respiratory centers، اللي هم دول طبعا اللايف threatening، هيبقى life threatening effects اللي هو بعمل inhibition على الفازو موتور وعلى respiratory centers. ده الافكت بتاعها على CNS. طب هي كمان ليها افكت دايركت مباشر على الكدني وغير مباشر ازاي؟ بتدخل في renal failure،
بتعمل رينال كومبرومايز اوكيرز ديو تو دايركت افكت على الرينال تيبيولز، تعمل فيها نكروزز وتدخل في يوريميا، وان دايركت افكت نتيجه ان هي بتعمل سيفير ديهايدريشن فتقلل البرفيوجن اللي رايح للكدني، فلما تعمل تقلل البرفيوجن هتعمل ايه رينال فيلير. دايما انا بقول لكم واحنا حتى في الفورنسيك كنا بناخد ان الرينال فيلير يحدث اول ما اعمل شاتنج داون للبلاد اللي رايح للكدني، يعني السيفير هايبوتنشن يعمل رينال فيلير، السيفير ديهايدريشن يعمل رينال فيلير. وخدتوا كده الرينال فيلير ده برضو في الكوروزيفز لانها من الحاجات اللي بتعمل سيفير ديهايدريشن. يبقى انا عندي الافكت على ساليسيليتس على الكدني دايركت وان دايركت، الدايركت على الرينال تيبيولز يعمل نيكروزز، والان دايركت عن طريق ان انا بقلل الرينال بيرفيوجن خالص نتيجه الديهايدريشن يبقى هيسبب رينال فيلير. طيب ليها افكت كمان بيبان لي بريفرال، وده اللي هو بيعمل لي هايبرثيرميا، ودي مهمه جدا اللي احنا لسه قايلينها في الاطفال بتبقى مسليدنج، وانا ممكن اديله اسبرين عشان اقلل الحراره وهي اصلا الحراره دي نتيجه التوكسيستي. طب الهايبرثيرميا اللي بتحصل عندي دي بتحصل من ايه؟ افتح ودانك واصغي معايا كويس. انا عندي نتيجه ان الميكانيزم اوف اكشن بتاعها فعلا هو الانكوبلنج اوف اوكسيديتيف فوسفورايليشن. الله اكبر. طب الميكانيزم ده ايه اللي هو الانكوبلنج اوف اوكسيديتيف فوسفورايليشن؟ ده اللي هناخده ده الميكانيزم ده تعرفه اللي هو بيحصل في الميتوكوندريا، ده اللي بيعمل انهبيشن لتخليق الاي تي بي في الميتوكوندريا، وبالتالي تبتدي الخليه تلجا الى اساليب اخرى من ضمنها الجلايكوليسيس والحاجات ديت عشان تعلي البرودكشن اوف اي تي بي، تعوض فهتزود الميتابوليك ريت. لما هتزود السيلولار ميتابوليك ريت هتعمل هايبرثيرميا، هتطلع هتزود درجات الحراره. يبقى اي دراج بيعمل الانكابلنج اوكسيديتيف فوسفورايليشن، حتى احنا بنقول عليهم الانكابلرز، الانكابلرز اللي هم بيمنعوا ان انا اعمل الالكترون ترانسميشن في عمليه الفوسفورايليشن، ان انا وان انا اصنع الاي تي بي. الخطوه دي لوحدها لا تتدخل في الريسبيريشن بتاع الخليه لكن بتزود السيلولار ميتابوليك ريت. طيب كل الدراجز اللي هي ليها الافكت دوت على فكره بتبقى حارقه للدهون، واحيانا يستخدموها في التخسيس، حارقه للدهون لان الخلايا والجسم يبتدي يلجا الى وسائل اخرى علشان يطلع اي تي بي، وعلشان وبالتالي ده هيكون سبب الميتابوليك اسيدوزز اللي هنتكلم عليها واحنا جايين، لان لما يلجا لباسويز اخرى عشان يطلع الاي تي بي هينتج عنها الكيتون بوديز لما اكسر الدهون، وهينتج عنها الاورجانيك اسيدز اللي هو اللاكتيك واللاكتيك اسيد وكده، علشان انا بكسر حاجات تانية فهعمل ميتابوليك اسيدوزز في الجسم. يبقى الانكابلنج اوكسيديتيف فوسفورايليشن وذ سبسيكوانت انكريز ان سيلولار ميتابوليك ريت ده هينتج عنه الهايبوثيرمي الهايبرثيرمي. طب تاني ايه اللي هيزود درجه الحراره في الجسم؟ ديهايدريشن. الديهايدريشن ليه؟ انا عندي الساليسيليتس بتعمل عرق جامد، فلويد لوس باي سويتنج، وانا عندي عملت لي جي اي تي اريتيشن فبيحصل فوميتنج. يبقى انا عملت ايه هنا؟ عملت ديهايدريشن. الديهايدريشن دوت فاكتور اخر يعمل الهايبرثيرميا، عندي فاكتور ثالث هيعمل الهايبرثيرميا which is ايه؟ ما قالوش هنا هوت اللي هو الافكت على ايه؟ الهيت ريجوليتنج سنتر سنترالي. طبعا هيتضرب تماما كمان، فمش هيبقى فيه كنترول على الهيت ريجوليتنج سنتر فهيحصل الهايبرثيرميا. طيب انا هشوف بعد كده عندي الافكت الثاني اللي هو في حاجه اسمها ساليسيليزم. طيب الساليسيليزم دي ما اقدرش اعتبرها انها هايبر سنسيتيفيتي، هي ممكن تحصل حتى مع الثيرابيوتيك دوز عند بعض الناس، وممكن تحصل مع التوكسيك دوز. يبقى يعني ايه كلمه ساليسيليزم دي نعرفها؟ دي تقدر تقولها ان هي زي سندروم او حاجه بتحصل مع الانتيك اوف ساليسيليتس بيحدث فيها هاي بيتش تينيتس، وش في الودان عالي التون، هاي بيتش تينيتس وفيرتايجو وديفنس may occur with therapeutic أو toxic doses. يعني ده مش specific للتوكسيستي، ده ممكن حتى يحصل في بعض الناس مع
الثيرابيوتيك دوزز، وده هنا نقدر تقدر تدخله مع الايديوسينكراسي او يعني abnormal responses to the drug. يبقى high pitched tinnitus, vertigo وديفينس may occur with therapeutic and toxic doses. هذا الإفكت is due to the 8th cranial nerve involvement، وممكن دوت يكون it is reversible. لو أنا قطعت الساليسيليتس بتعود القصة إلى ما كانت عليه، يبقى يعني يبقى ده reversible، ما هواش constant أو ثابت. عملية الساليسيليزم، الوش اللي يحصل في الودان والفيرتايجو والديفنس، ده ممكن يبقى ريفرسبل. انتقل على الليفر، زي ما قلت انها بتعمل كيدني افكشن وتعمل تيوبولار نيكروزيس وبتعمل رينال فيلير، على الليفر كمان تعمل نفس القصة، هتعمل مايلد ليفر نيكروزيس. طيب كمان غير الافكت اوف ليفر بتأفكت الميتابوليزم بوجه عام، فهتعمل لي ميتابوليك ديس اوردرز اللي هنتكلم عليها، ودي مهمه جدا. الميتابوليك ديس اوردرز انيشيالي عندي في شورت بيريد اوف هايبر جلايسيميا، اللي هي نتيجه الانكريز اوف جلايكوليسيس، وده علشان الايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعها اللي هو الانكابلنج اوف اوكسيديتيف فوسفورايليشن، هبتدي ازود الجلايكوليسيس هنا علشان اطلع اي تي بي كتير، فولود باي هايبر جلايسيميا. طب بعد ما استنفذ الستورز بتاعتي بتاعت الجلوكوز ديت الجلايكوجين وكده، هعمل ايه؟ هخش في هايبوجلايسيميا. يبقى انا في الاول عندي هايبر جلايسيميا، ودي يا اما تحصل ليت ان اكيوت توكسيستي اور ان كرونيك توكسيستي، وبعد كده يحصل بعد الديبليشن اوف جلايكوجين ستورز هيحصل عندي هايبوجلايسيميا. يبقى هايبر جلايسيميا مبدئيا فولود باي الهايبوجلايسيميا، اللي هي هتحدث يا إما مؤخرا في الأكيوت توكسيستي، يا إما هتحصل في الكرونيك توكسيستي. أنا لاقي عنده هو ماشي بكرونيك توكسيستي عنده هايبوغلايسيميا. طيب وعرفنا ليه الهايبرغلايسيميا وفولود باي هايبوغلايسيميا، بنتقل برضو إلى الفلويد أند إلكترولايت ديستربنسز. فأنا عندي اتفقنا أن في ديهايدريشن، والديهايدريشن تاني نعيد الأسباب بتاعته due to increased metabolic rate، هيعمل الهايبرثيرميا ومعاها السويتنج، في عندي فوميتنج، في عندي هايبر فنتيليشن موجود، في كل دوت هيدخل في الديهايدريشن. ار اذر كونتريبيوتنج فاكتورز، كونتريبيوتنج فاكتورز في الديهايدريشن، الفوميتنج والهايبر فنتيليشن اذر كونتريبيوتنج فاكتورز في احداث الديهايدريشن. عندي هايبوكاليميا، في عندي بوتاسيوم لوس بيحصل في اليورين مع الميتابوليك اسيدوزز اللي بتحصل، فهيبقى عندي هايبوكاليميا. طبعا خطيره الهايبوكاليميا ديت، لانها ممكن تؤثر على الهارت وتموت. الهايبوكاليميا لوحدها تموت من كاردياك ستاند ستيل، الهارت يتوقف في حاله اسيستول. طيب عندي الاسيد بيز امبالانس، وهنا ديت لازم بتعدي في ثلاث خطوات. موست كومن مانيفستيشنز، في عندي ريسبيراتوري الكالوزز مبدئية، في ريسبيراتوري الكالوزز وهي هتبقى فولود بسيفير ميتابوليك اسيدوزز بعد كده، وفي خطوه وسطى بينهم اللي هو الرينال كومبنسيشن عمال يطلع البايكارب في اليورين. طيب هنشوف دي بتحصل ازاي. فانا عندي الريسبيراتوري الكالوزز الاولانيه لان عندي بريدومينانت، يحصل ايرلي اسيد بيز ديستربنس، ده بريدومينانت بيحصل الاسيد بيز ديستربنس بوجه عام، وده ديو تو السي ان اس اند ريسبيراتوري ستيميوليشن بالكربون دايوكسيد افكت اللي احنا اتكلمنا عليه. انا عندي كربون دايوكسيد افكت عالي، هيروح عامل لي سي ان اس اند ريسبيراتوري ستيميوليشن، هيبتدي الريسبيريشن عندي يبقى انكريزد ان ديبث اند ريت، اللي هو الاير هانجر اللي قلنا عليها في الميتابوليك اسيدوزز بيبقى فيه ريتها في اسمه قلناها في الكحول اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللي هو هيبقى فيه عندي اير هانجر او اسيدوتيك ريسبيريشن اللي هو بالطريقه ديت، يبقى increased depth and rate of respiration. ده هيعمل ايه؟ هيعمل increased carbon dioxide expired by the lungs، عمال يعمل ووش يطلع الكربون دايكسايد عن طريق النفس بره،
يبقى انا ابتديت عملت increase the carbon dioxide expired by the lungs. يعني لو احنا حتى عملناها voluntary كده لمدة طويلة قدرت تعملها، هتخش في الكالوزز respiratory الكالوزز، لانك هتعمل وش للكربون دايكسيد اللي في الدم عندك جامد، فهيقل هيخلي البلازما سي او 2 قليل، وبالتالي الكربونيك اسيد هيقل اللي هو الاتش 2 سي او 3 ده اللي هو الكربونيك اسيد هيقل جوه في الدم هيقل. لما يقل تبتدي الريشيو بتاعت البايكارب على الكربونيك اسيد تقل جدا، والبي اتش بتاعت البلاد تزيد. يبقى انا عندي هيبقى عندي كربونيك اسيد هيقل اللي هو المقام، المقام بتاع النسبه، لما المقام بتاعها يقل يبقى النسبه تزيد، يبقى هيحصل عندي زياده في البايكارب على الكربونيك اسيد ريشيو، اند البي اتش تزيد برضو هيبقى توورز الكالوزز. يبقى انا عندي هنا ريسبيراتوري الكالوزز، وقلنا عليها ريسبيراتوري ليه؟ علشان السبب فيها الاستيميوليشن بتاع الريسبيريشن ديبس اند ريت، فعمل وش للكربون دايكسايد، فقلل البلازما كربون دايكسايد، فقلل الكربونيك اسيد فورميشن، فرفع الريشيو بتاعت البايكارب على الكربونيك اسيد، ورفع البي اتش بتاع البلاد، دخلنا فيه ريسبيراتوري الكالوزز. يبتدي الدم يحس ان في الكالوزز، يروح منبه الكدني ان هي تشتغل، يلا الحقينا احنا في الكالوزز، تروح هي عشان تصلح الالكالوزز تبتدي تعمل رينال اكسكريشن اوف ذا بايكارب ان ذا يورين. يبتدي الستورز بتاعت البايكارب اللي في الجسم تخرج في البول، تمام؟ دي تاني خطوة، الكدني عمالة تخرج البايكارب، فأنا البايكارب ستورز اللي في البادي عندي هتقل، أبص ألاقي أروح داخلة في ميتابوليك أسيدوزز. أوبا، and this is the severest manifestation في الأسيد بيز ديستربنس ولايف ثريتنينج. طيب دي رابيدلي فولوز الألكالوزز في الأدلز، وبتبقى هي السايدة حتى، يعني الألكالوزز دي بتبقى فترة قصيرة جدا في الأطفال. predominates in children. ليه؟ عشان هم عندهم higher metabolic rate. طب it's due to أسباب الميتابوليك أسيدوزز بتجيلك في الام سي كيو كتير، فأنت عندك هنا أسباب الميتابوليك أسيدوزز ستة يتحفظوا صم. الميتابوليك أسيدوزز في الساليسيليتس أسبابها ستة. نمرة واحد، الميكانيزم أوف أكشن بتاعها عند الميتوكوندريا اللي هو الأنكابلينج أوف أوكسيديتيف فوسفورايليشن هيقلل البرودكشن أوف أدينوزين ترايفوسفيت الـ ATPL. تبتدي الخلية تراي تو كومبنسيت باي إنكريزينج الجلايكوليسيس، تبتدي تكسر الجلوكوز في الباثوي الآخر اللي هو الجلايكوليسيس، اللي هو تكسر الجلوكوز لاتنين بايروفيت، وبعدين من البايروفيت تطلع بقى الـ ATP إلى آخره لحد ما يطلع عندي لاكتيك أسيد وبايروفيك أسيد. وبالتالي يبتدي في الجسم طالما انا اتحولت الى سكه الجلايكوليسيس هيحصل عندي accumulation of the lactic acid and pyruvic acid اللي هم بنقول عليهم الاورجانيك اسيدز، اللي هم دولت اللي هيعمل اللي هم هيعملوا لي الميتابوليك اسيدوزز. يبقى اول حاجه ده عن طريق الان اوكسيديتيف فوسفورايليشن، الانكابلنج اوكسيديتيف فوسفورايليشن، وتقليل البرودكشن بتاع الاي تي بي. خلي بالك ان تقليل البرودكشن اوف اي تي بي هنا مختلف خالص عن الافكشن اوف ذا ريسبيراتوري سيل ميكانيزم اوف ذا سيل. يعني عندي هنا تاني خطوه من اسباب الميتابوليك اسيدوزز انهيبيشن اوف ذا كريبس سايكل. الكريبس سايكل دي برضو في الميتوكوندريا، وبرضو هي المسؤوله عن الريسبيريشن بتاع الخليه، وبرضو مسؤوله الكريبس سايكل بتطلع لي ايه؟ كل كريبس سايكل بتطلع لي 34 مولكيول ادينوزين ترايفوسفيت. لما ابتدي انا ابلوك الكريبس سايكل برضو الخليه الى جانب انها لجأت فوق للجلايكولوسيز عشان الوي ده، هتلجا الى اللهم صل على سيدنا محمد، الان اوكسيديتيف ريسبيريشن اللي هو تلجا على الريسبيريشن بتاع الخليه، يبتدي يبقى ايه ما هواش بالاكسجين، يبتدي هي تتعود على تعمل inhibition of the Krebs cycle، برضو هيطلع لي accumulation of organic acids زي دي برضو.
طيب يبقى أنا عندي كده ده تاني سبب للميتابوليك أسيدوزز. تالت سبب للميتابوليك أسيدوزز يبتدي يحصل إيه؟ استيميوليشن أوف ليبيد ميتابوليزم. طب ليه؟ أنا عندي هنا هوت بعد ما عملنا إنكريز الجلايكوليسيز هخلص الجلايكوجين ستورز، هبتدي أحرق الليبيدز عشان أطلع أدينوزين ترايفوسفيت وأطلع إنرجي ديماندز. يبقى أنا هبتدي أحرق الليبيدز to compensate for energy demands هعمل accumulation of ketone bodies. شوف كم حاجة عندي دلوقتي، عملت ال uncoupling of oxidative phosphorylation، عملت inhibition of the Krebs cycle، عملت stimulation of the lipid metabolism، كل دوت عمال يطلع لي organic acids و ketone bodies إلى جانب الآتي، إلى جانب inhibition of the amino acid metabolism كمان، يبقى هتعمل لي accumulation of the amino acids، والأمينو أسيدز دي طبعا بتزود الأسيديتي في البلاد. إلى جانب نمرة خمسة الرينال كومبنسيشن شغال، الكدني عمالة تخرج كده البايكارب ستورز بتاعت الجسم، فابتدى البلاد بقى towards ما فيهوش بايكارب، يبقى may add to the latent metabolic acidosis. إلى جانب نفس الأسيتايل ساليسيليت لما يتكسر بالميتابوليزم هيطلع يرجع للبيرنت بيرنت كومبوننت بتاعه اللي هو الساليسيليك أسيد، which in هو بنفسه هيزود الأسيديتي of the blood. طيب تعالوا نشوف الكوزز اوف ذس. يبقى انا عندي ست اسباب للميتابوليك اسيدوزز ولازم تبقوا فاهمينهم وحافظينهم. اسباب الوفاه في الساليسيليت توكسيستي اذا كان ايرلي في خلال 12 ل 24 ساعه يبقى نتيجه السنترال ريسبيراتوري فيلير اند كاردياك اريزميا، والكاردياك اريزميا دي نتيجه الاسيدوزز. احنا قلنا الاسيدوزز ديت لايف ثريتنينج كونديشن، من اهم الاسباب فيها انها تدخل الهارت على طول في فنتريكولار اريزميا. طيب يبقى انا عندي اسباب الوفاه ايرلي central respiratory failure and cardiac arrhythmia، delayed هيبقى من الرينال فيلير ومن الهيموريج اللي هي البليدنج تندنسيز اللي قلنا عليها. طيب انا الانفستيجيشنز اللي مطلوبه ايه؟ دايما هعمل الساليسيليت ليفل، انا عايزه البلاد ليفل بتاع الدراج بتاعي، واذر انفستيجيشنز اللي هي على الاورجنز اللي بتتاثر من هذا الدراج. فانا هشوف البلاد ليفل to assess the severity of poisoning و not before hours، يعني اللي لسه واخد ساعتين وكده يبقى انا لازم اعيد الانفستيجيشنز تاني وهعيد البلاد ليفل تاني. الكواجوليشن بروفايل طبعا لان احنا قلنا ان هي بتزود البروثرومبين تايم والبليدنج تايم، فانا هعمل الكواجوليشن بروفايل. طبعا على طول انا شغاله بعمل مونيتورنج للبلاد جاسز والالكترولايتس، يبقى بعمل لهم عشان اشوف البي اتش الكربون دايوكسيد والبايكارب ليفلز والبوتاسيوم زي ما احنا قلنا في هايبوكاليميا مع الميتابوليك اسيدوزز اللي حصل. عندي كيدني وليفر فانكشن تيست لان انا قلت هي بتعمل رينال فيلير وبتعمل نيوكليار تيوبولار نيكروزز، وعندي الليفر فانكشنز لان انا قلت بتعمل مايلد ليفر نيكروزز. اكس راي نفس الاسبرين ديت راس الاسبرين اذا كانت متاخده كتير هبتعمل كونكريشنز. الكونكريشنز دي يعني ايه اللي احنا قلنا عليها قبل كده الاسبرين كيك اللي خدناها في الجنرال، ان راس الاسبرين بتبتدي تبقى تقفش في بعضيها وتبقى قافله لازقه في جدار المعده وعامله زي قرص كبير كده اسمها الاسبرين كيك، ده ممكن يبان لي may be visualized in the stomach by x-ray. طيب هنيجي نشوف التريتمنت هنا ايه. بمشي بالاربع خطوات اللي انا حافظاهم، فانا عندي السبورتيف ميجرز الاي بي سيز تمام، وبعد كده بنتقل على الجي اي تي دي كونتامينيشن، وهنا مهم جدا 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 عليه 500 صح، لان هو دوت ممكن يكون اللاين اوف تريتمنت اللايف سيفنج، لان هو انا لو نظفت الجي اي تي تماما وبدري تماما وبدري يبقى I'm going to save the life of the patient. فانا هعمل كل وسائل الجي اي تي دي كونتامينيشن بطبقها هنا في الساليسيليت والباراسيتامول. اميسيز شغال بالسيرب ايبيكاك، جاستريك لافاج شغال وهستخدم البايكارب اللي انا عمال افقدها، يبقى هعمل جاستريك لافاج باي ذا صوديوم بايكارب اللي انا عمال افقدها بالكدني واللي انا متوقع ان انا اخش في ميتابوليك اسيدوزز، يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل جاستريك لافاج باي البايكارب هسهل خروج الساليسيليت. اكتيفيتد شاركول مهم جدا،
هيأدزورب الساليسيليت وهيساعدني على التخلص منها وبطلعه وبسيبه بعد الجاستريك لافاج في المعدة. طيب بستخدم، هل هي جرعه واحده اكتيفيتد شاركول اسيبها بعد الغسيل؟ لا، ده انا هستخدم المالتيبل دوز اكتيفيتد شاركول اللي هو اللي اسمه احنا كنا بنقول عليه جاستريك داياليسيس، اللي هو مش بس هيخلصني من الجي اي تي كونتنت، لكن ده بيساعد ان هو يخلصني من البلاد ليفلز بتاعت الساليسيليت، لان انا كل ما حطيت الشاركول في الجات ان هو هيشد الدراجز من بالجريدينت كونسنتريشن، هيشده من البلاد ثرو الانتستين ويخرج بيه للشارع. يبقى انا عماله استخدم المالتيبل دوز اكتيفيتد شاركول تو بريفنت اون جوينج ابسوربشن اوف ساليسيليت، وكمان بعمل بيه جاستريك دياليسيس او جات دياليسيس. طيب هستخدم الهول باول اريجيشن، ده از مور افكتيف ان اليمينيشن، بستخدم السالاين كاثاريتكس علشان اسهل الخروج اللي متبقي في الانتست. طيب بعد كده بعمل انا الدراج اللي بقى ابزورب ده راح الدم، هعمل له ايه؟ فورسد الكالاين دايوريسيس، ات از افكتيف جدا، وطبعا دي علاجيه هتخلصني من الـ من الـ من التوكسيك دراج اللي موجود في البلاد، الى جانب ان هتعالج الافكت بتاعه اللي هو الميتابوليك اسيدوزيس. يبقى هستخدم الفورسد الكالاين دايوريسيس علشان اعالج بيها الميتابوليك اسيدوزيس واخرج بيها الدراج مودريت، وبستخدمها في المودريت توكسيستي. طب الجا الى الهيموداياليسيس، دي مهمه جدا، والساليسيليتس تعتبر من الديالايزابل دراجز اللي ليها الكاركترز اوف ذا ديالايزابل دراج خلاص، وانديكيتد ان بستخدمها في السيفير كيسز او في الرينال ديسفانكشن. طبعا الكدني هنا من اللايبل اورجانز ان هي تتضرب ويخش في رينال فيلير، يبقى انا لو دخل في رينال فيلير او كدني فانكشنز افكتد مش هعرف اعمل الفورسد الكالاين دايوريسيس، لان الفورسد الكالاين دايوريسيس معتمده على وجود كدني سليمه، انا هعمل الدايوريسيس والكدني اتخرج، فاذا كانت الكدني بايظه ما اقدرش اعمل ده ابدا، يبقى هنتقل على طول للهيموداياليسيس. طيب بنيجي السيمتوماتيك تريتمنت، عندي الميتابوليك اسيدوزيس هحقن انترافينوس صوديوم بايكارب، جاستريك اريتيشن بدي ديمالسنس، دي هايدريشن انترافينوس فلويدز، السوجرز اعالجها بالدازيبام، بليدنج تندنسيز بعالجها بفيتامين كي او بلاد ترانسفيوجن، الهايبرثيرميا هعمل كولد فومنس اند ايس انيما، هايبوغلايسيميا طبعا باد جلوكوز تو ذا انترافينوس فلويدز. طيب هنيجي نشوف بعد كده الدراج الثاني اللي هو بيستخدم انتي انفلاماتوري انتي بايريتيك دراجز وانالجيسيك، وانالجيسيك اكتر حاجه المفروض اقولها اول حاجه اللي هو الباراسيتامول او الاسيتاماينوفين. اسيتاماينوفين ده البيرنت دراج اللي هو ممكن يؤدي بعد تكسيره يدي الباراسيتامول. يبقى انا عندي الاسيتاماينوفين، عشان اذا جالك كلمه اسيتاماينوفين ما تقولش ما نعرفهاش، كذا اسم عندك لازم تبقى عارفهم، اسيتامينوفين او الباراسيتامول او الاب اب، اب اب اللي هو ايه؟ اختصار اسيتايل بارا امينوفينول، خلاص؟ يبقى الاب اب اسيتايل بارا امينوفينول او الان اسيتايل بارا امينوفينول او 1، وده وزي ما احنا شايفين انه كله جاي من الفينول او جاي من الانيلين، هتلاقيه جاي من الانيلين لان عندي الفيناسيتين ده البيرنت بتاعهم اهو، يعني الميتابولايت اوف فيناسيتين يطلع لي الباراسيتامول، عشان ما تقولش انا ما اعرفش الفيناسيتين يا دكتوره، اند الاسيتانيليد زي ما انتم شايفين كل دي ديريفاتيف جايه من الفينول ومن الانيلين اللي هم عباره عن كول تار ديريفاتيفز. يبقى الاسيتامينوفين او الباراسيتامول ده ديريفاتيف من الكول تار components، وعلشان كده بنقول عليه كولتار analgesics. طيب دولت هنا بيستخدم جامد جدا في اكتر من الاسبرين لان التوكسيستي بتاعته اقل من الاسبرين، يعني as a major cause of poisoning، مش هقدر اقارنها، ما اقدرش اقول عليها اقل من الاسبرين، لا التوكسيستي بتاعته برضو كومن وكتير ومنيلة بنيلة. طيب هنشوف كده الكونديشنز اوف بويزنينج بتاعته بتحصل ازاي. طبعا عادي الاطفال كلهم اكسيدنتال، دول اكتر حاجه في التشيلدرن اللايبل او الفالنرابل جروب بتاعتي اللي دايما فالنرابل للتوكسيستي. سويسايدال شغال وماشي، هوميسايدال صعب برضو علشان لازم يبقى
جرعات كبيره وما بيستخدمش هوميسايدال. طب الميكانيزم اوف اكشن مهم جدا ليه برضو في ثيرابيوتيك اكشن، الاحظ ان هو بيستخدم في انالجيسيا، وانالجيسيك كويس جدا، وانتي بايريتيك اكتر من انه انتي انفلاماتوري. يعني الاسبرين يتاخد انتي انفلاماتوري ممكن، على حتى بناخد منه جرعات كل يوم على مدى طويل اللي يقدر، ده انتي انفلاماتوري. لكن في الانالجيسيا الباراسيتامول يتفوق عن الاسبرين. ليه؟ لان الباراسيتامول بيشتغل على سنترال بروستاجلاندين اكتر، والسنترال بروستاجلاندين هو اللي مسؤول عن البين. فانا لما اعطل السنترال بروستاجلاندين يبقى هعمل انالجيزيا، يبقى هو ليه بوتنت انالجيزيك افكت اكتر من الانتي انفلاماتوري افكت، واكتر من الاسبرين، لان هو بيشتغل مينلي على انهبيشن اوف سينثيسيس اوف ذا سنترال بروستاجلاندين. بيجي لكم في الام سي كيو الكلام دوت. اون ذا كونتراري ذا انتي انفلاماتوري اكشن از فيري ويك due to its weak inhibitory effect على synthesis of peripheral prostaglandin. والكلام ده عكس الساليسيليت. طيب toxic effect بتاعه mainly على الليفر، يبقى انا ما بخافش من الباراسيتامول على حاجة عندي غير الليفر، ما بخافش غير على الليفر. هو ده اذا دخل واذى يبقى هيأذي الليفر بس. The main hazard of ABAP is liver damage. هنشوف الليفر دامج ده بيحصل ازاي. الميكانيزم انا عندي لما تروح على الميتابوليزم بتاعه الاسيتامينوفين او الباراسيتامول هتلاقيه، لما نعرف الميتابوليزم بتاعته ازاي هعرف الباثولوجي بتاعه او التوكسيستي بتحصل من ايه. فانا عندي الميتابوليزم بتاعته 90% بيروح على الليفر، يبقى كونجيوجيتد هناك يتشبط مع الجلوكورونايد والسلفيت ويعمل نان توكسيك كونجيوجيت ويخرج، يبقى افيلابل ان هو يخرج في البول. طيب ده 90%، اخبار ال 10% ايه يا دكتوره؟ قال لك المينور باث واي اللي هو من 4% الى الباقي ممكن يخرج از ابيرنت دراج، او ممكن النسبه دي بتزيد شويه. 4% اوف اب اذا متابولايزد فيا سيتوكروم اوكسيديز 450 ميكسد فانكشن اوكسيديز سيستم. وهنا بحدد ان هو كلمه ميكسد فانكشن عشان يختلف عن السيتوكروم اوكسيديز بتاع الريسبيراتوري انزيم اللي موجود عند الخلايا. فانا عندي كذا سيتوكروم اوكسيديز، انا بحدد دوت النوع ده اللي هو الميكسد فانكشن اوكسيديز سيستم. يبقى الاب اب اذا متابولايزد فيا سيتوكروم اوكسيديز 4% منه بيروحوا يتكسروا يشبطوا مع السيتوكروم اوكسيديز ميكسد فانكشن ويعمل لي توكسيك ميتابولايت. هو ده التوكسيك ميتابولايت. بس يا دكتوره دول 4% بس، 4% بس من الدراج، ما هو دي عشان ثيرابيوتيك دوز. لكن لما هتبقى توكسيك دوز ال 4% على 4% على 4% هتبص تلاقي الوي ده عمال يطلع التوكسيك ميتابولايت ده بكميه كبيره اللي هو هيبتدي يشتغل على الليفر. يبقى انا عندي الميجور باث واي في ثيرابيوتيك دوزز 90% اتكسر في الكبد وشبط مع جلوكورونايد والسلفيت وعمل نان توكسيك كونجوجيت، بينما المينور باث واي اللي هو ال 4% هيبقى ميتابولايزد فيا سيتوكروم اوكسيديز ميكسد فانكشن، فهيعمل لي توكسيك ميتابولايت اللي هو سبسيكونتلي ريديوسد باي الاس اتش جروب باي اوف جلوتاثيون. ده في ثيرابيوتيك دوز. يعني انا عندي الليفر عنده ديفنس ميكانيزم للتوكسيك ميتابولايت اللي طالع دوت في الثيرابيوتيك دوز بالحاجه اللي موجوده عنده اللي اسمها جلوتاثيون. الجلوتاثيون دوت يروح معاه مخالب اللي هي الاس اتش جروب يشد التوكسيك ميتابولايت ويحوله الى نان توكسيك كومبوننت او نان توكسيك كومباوند وياخده بعيد عن الخليه. تمام، لان انا عندي الجلوتاثيون ده في اس اتش جروب اللي هي هقول عليها مخالب بتشد التوكسيك ميتابولايت. طيب لو انا سبته او الجلوتاثيون عندي ما اشتغلش، التوكسيك كومباوند ده طالع عمال يدور على اس اتش جروب ثانيه، هيروح شابط في الاس اتش جروب بتاعه البروتين سيلز بتاعه الليفر وهيدمرها ويعمل نكروزز. فهنشوف هنا اهو في الاوفر دوز اوف اب
في الاوفر دوز اوف ارب او التوكسيستي هنا ده ساتوريتس الكونجيوجيشن باث واي اللي هو النورمال باث واي الميجور باث واي اللي هو بيتحدوا مع الجلوكورونيك اسيد والسلفونيك ويعملوا الايه الايه النون توكسيك ميتابولايتس. هنا هو الاب اب ساتوريتس الكونجيوجيشن باث وايز اند برودوسز ان انكريز ان توكسيك ميتابولايت اللي هو هيبتدوا يروحوا للمينور باثواي اللي هو بيطلع التوكسيك ميتابولايت كتير ذات اوفر ويلمز اللي هو يخطي ويتخطى الجلوتاثيون باور يعني كل كميه الجلوتاثيون كلها هتبقى خلصت يبقى ذات اوفر ويلمز ذا جلوتاثيون ديتوكسيفيكيشن ميكانيزم اللي هو يحصل ديبليشن اوف ذا جلوتاثيون ستورز في الليفر وبالتالي ذا توكسيك ميتابولايت ذن ويل بايند وذ ذا اس اتش جروب اوف هيباتيك سيلز يعمل لي سنتري لوبيلر نيكروزيس يعمل لي سنتري لوبيلر نيكروزيس يعمل لي في الليفر النوع ده ايه مهم جدا تحديد نوع الليفر نيكروزيس اللي بيحصل فانا عندي هنا هيعمل لي سنتري لوبيلر نيكروزيس عشان لما انتوا خدتوا في الايرن كان بيعمل ايه يعمل ايه يا اولاد ده بيعمل سنتري لوبيلر نيكروزيس الثاني كان بيعمل نيكروزيس عند البورتال عند البورتال كانال بيعمل لي بيري بورتال نيكروزيس تمام يبقى ده عشان هيجي لك في الام اس كيو برضو ده بيعمل سنتري لوبيلار نيكروز يجي كده في السنتر بتاع اللوبيول بتاع الليفر ويروح عامل فيه النيكروزيس طب على الكدني برضو يعمل تيوبيلار نيكروزيس زيه زي الساليسيليت يعني برضو لايبل ان هو يدخل في ليفر فيلير تعالوا نشوف الكلينيكال بريزنتيشنز بتاعت التوكسيستي بنقسمها الى فيزز طب انا عندي فيز 1 وفيز 2 وفيز 3 وفيز 4 اول حاجه يجي بعد ما العيان خد الاقراص من نص ساعه الى 24 ساعه يعني وارد الشكوى تبقى بدري كده ووارد الشكوى الى اخر اليوم يحصل ايه جي اي تي مانيفيستيشنز تبتدي تبان ايه جي اي تي مانيفيستيشنز نفسه غم عليه وقرفان وعنده شويه عرق ونوزيا وفوميتنج ودراوزينس لكن ما بيحصلش لوس اوف كونشسنس يبقى في اول 24 ساعه من النص ساعه بعد اخدان الجرعه ابتداء الامتصاص لل 24 ساعه جي اي تي مانيفيستيشنز بس بعد كده اجي من 24 ساعه ال 72 ساعة اللي هما في خلال الثلاث أيام الأولى يبتدي يشتكي من وجع في جنبه الأيمن الأعلى اللي هو فوق الليفر أو إيده تيجي عليه يحس إن الحتة دي لما بضغط عليها كده بتوجعني يبقى apparent recovery ابتدى يحصل له إيه؟ apparent recovery changes يعني الأعراض دي تختفي ويبتدي يحس إن هو أحسن بس جنبي اليمين من فوق لما إيدي بتيجي عليه بيوجعني pain and tenderness in the right hypochondrium اللي هو فوق الليفر يعني لو سحبت له عينة blood هنا هلاقي الليفر انزيمز ابتدت تعلى الترانس امينيزز واللاكتيك اسيد دي هيدروجينيز عليو والبيليروبين كل ده معناها ان الكبد ابتدى ان هنا الليفر ابتدى يشتكي كمان هلاقي البرولونجيشن اوف بروثرومبين تايم مي اوكير كل ده نتيجة الأفكشن بتاع الليفر برضو طيب من 72 ساعة ل 96 ساعة اللي هو يعني اليوم الرابع يعني في اليوم الرابع فيز 3 دي اللي بتقع في اليوم الرابع تمام هيحصل فالمينانت ليفر فيلير يبقى يبتدي يخش في الليفر فيلير فالمينانت يعني سيفير فالمينانت ليفر فيلير يحصل عندي ايه الليفر شكل الليفر فيلير ايه هي دي كلينيكال بيكتشر تبقى عباره عن في كواجوليشن في جوندس وفي كواجوليشن ديفكتس يعني اذا اتعور يخر دم على طول هتلاقي عنده بليدنج تندنسز عاليه عنده انكيفالوباثي يعني في سنترال اكسايتيشن واللي بتدي الكونشسنس ليفل بتاعه altered كمان خلاص ده condition is potentially reversible دي potentially reversible لو عالجناها وpotential يعني وارد ووارد يعني البروجنوسيس يتوقف على هل اتعالج ولا ما اتعالجش ولا ايه خلاص يبقى انا عندي الستيج الثالثه اللي هي fulminant liver failure وعرفنا شكل الليفر failure clinically jaundice coagulation defects encephalopathy altered conscious level الكونديشن از بوتنشالي ريفرسبل طب الستيج الرابعه
اللي هو في خلال سبع الاسبوع بعد الاسبوع الاولاني ما يعدي، اللي هو هيتوقف على البروجنوزز، يا اما ريكفري يا اما ديث. يبقى يا اما ريكفري يا اما ديث. هنا لو حصل الريكفري هيحصل ريزوليوشن اوف ذا هيباتيك ديسفانكشن، يعني تبتدي الليفر انزيمز تعود للنورمال طبيعي واحده واحده، تاخد وقتها، والبين في اللي على الليفر والتندرنس يخف، وده بيحصل في خلال 3 ل 6 مانثس. يبقى الكومبليت ريكفري يحصل ريزوليوشن اوف هيباتيك ديسفانكشن اند كومبليت هيباتيك ريكفري اوكيرز في من 3 ل 6 مانثس. طب اذا ما تعالجش هيحصل death in severe cases due to multi-organ failure. طيب بعد كده هنشوف الانفستيجيشنز عشان اعالج. عندي السيرم ليفل اوف اسيتامينوفين او الباراسيتامول اللي هو تو اسيس الديجري اوف توكسيستي، وده مهم جدا. محدش بيعالج الباراسيتامول الا لما يكون عامل السيرم ليفل وسيريال وكيرف يمشي عليه عشان يعرف عيانه هيروح منه فين. طيب نمره 2 ليفر فانكشن تيست اند بروثرومبين تايم كيدني فانكشن تيست. طيب هنشوف بعد كده التريتمنت سبورتيف، وبعدين الجي اي تي دي كونتامينيشن. كل الجي اي تي دي كونتامينيشن بعمله زيه زي الساليسيليت بالظبط، ولازم استخدم المالتيبل دوز اكتيفيتد تشاركول، لازم، لان ده ليه كمان الباراسيتامول ليه انتيرو هيباتيك سيركيوليشن هيفرز تاني في الاستومك. خلاص يبقى انا اللي هنا الاكتيفيتد تشاركول والمالتيبل دوز اكتيفيتد تشاركول تو بريفنت اون جوينج ابزوربشن اوف اب اب ار جيفن افتر انتيدوت. مهمه جدا الحته ديت، علشان انا هنا لازم هستخدم انتيدوت، فما ما اديش الاكتيفيتد تشاركول قبل الانتيدوت، لان الانتيدوت كده هيتعطل بالاكتيفيتد تشاركول. اديله الانتيدوت الاول واطمن عليه انه خده، واروح مديه الاكتيفيتد تشاركول والمالتيبل دوز اكتيفيتد تشاركول. طيب بعد كده هعمل السلاين يعني انا بعمل الجي اي تي دي كونتامينيشن كاملا زي ما خدته في الجنرال لحد السلاين كاثريتكس. ده هعمل excretion of the poison from the blood الهيموداياليسيس for renal failure. يعني لو في renal failure هلجأ إلى الهيموداياليسيس طبعا. طيب السبيسيفيك انتيدوت بقى هنتكلم عليها دي في نمرة 4 في التريتمنت. أنا هنا هستخدم ال N-acetylcysteine. لان اسيسايل سيستاين ده ليه ميكانيزم اوف اكشن مهم جدا وتعرفه. الميكانيزم بتاعه ايه؟ ان هو ميتابولايزد باي الهيباتوسايت اللي هي الليفر سيل، يروح مكسره ومطلع منه جلوتاثيون. يبقى انا كاني بستخدم ده از ا بريكيرسر از ا دونر اوف جلوتاثيون. يبقى ات از ميتابولايزد باي الليفر سيل تو جلوتاثيون اللي هو البريكيرسر، جلوتاثيون بريكيرسر اللي هو السيستاين. It provides a protective level of glutathione to detoxify the hepatotoxic metabolite by providing SH group كتير اللي هي هتضاد المينور باثواي اللي بيطلع التوكسيك ميتابولايت. طيب هنا enhance sulfation conjugation by providing sulfur، وده اللي انا بنشط الميجور باثواي علشان احاول ان انا اكسر الكميه الكبيره ثرو الميجور باثواي، فاعمل ديفيشن عن المينور باثواي هنا بان انا استخدم السلفر عشان ازود السلفيشن اللي هو بيعمل في الكونجوجيشن في الليفر سيلز. طب في حاجه كمان هستخدمها، في انا عندي دي الدوزز بتاعه الان استايل سيستاين وده اسمه ميوكوميست، ويمكن هو نفس الدواء اللي بناخده لما يكون عندنا بلغم في صدرنا وعايزين نعمل طارد بلغم، هو الان استايل سيستاين ده هو اللي بيستخدم. تمام، والدوزز اللي انا ما بسالكش فيها لكن ما يجراش حاجه انك تقراها. نو اذر انتيدوت بروفن تو بي افكتيف، يعني هو عندي الان استايل سيستاين هو بتاع الباراسيتامول بس. تمام، طيب في دراج اخر مقترح جديد اللي هو السيميتايدين، اللي هو ده عباره عن وظيفته ايه؟ سيتوكروم انتاجونست. ده هيخش هو يبلوك السيتوكروم عشان يمنع ان يقفل لي المينور باثواي بتاع الميتابوليزم خالص اللي بيطلع لي التوكسيك كومبوننت. تمام، يبقى هعمل ممكن استخدم السيميتايدين اللي هو سيتوكروم انتاجونست، او الميثايونين برضو ده
بيبروفايد جلوتاثيون كتير. طيب سيمتوماتيك تريتمنت اللي هو الليفر سبورت، بدي ديكستروز وسوربيتول. طيب بعد كده هنشوف، انا هدخل على السايكو فارماكولوجيكال ميديكيشنز اللي هو اللي بتشتغل على السي ان اس يعني والمزاج وكده. فانا عندي السيداتيفز هيبنوتكس، السيداتيفز هيبنوتكس هبتدي اتكلم على دي جروب من كومباوندز اللي هي بتستخدم في علاج ايه؟ الانسومنيا، الارق، قله النوم، والانكزايتي والاجيتيشن والماسل ريجيديتي سندروم اند السوجرز، وفي الكونفالجنز والسوجرز ممكن استخدمهم. يبقى دي اللي هي ايه؟ السيداتيفز وهيبنوتكس. They are also used illicitly. illicitly يعني illegally. illegally يعني هتتاخد for addiction. يبقى they are also used illicitly and despite improved regulation يعني القوانين المنظمة والكلام ده كله، ما زالت هذه substances with high incidence of abuse and dependence. طبعا والdependence بتاعها خطير ومش سهل العلاج منه والتخلص منه. طب examples of sedatives hypnotics، أنا عندي group barbiturates وهناخدها تفصيلا بالأسامي بتاعتها ديت دلوقتي. وفي عندي النون باربيتوريت سيداتيف هيبنوتكس اللي هو فيه الكلورال هيدريت والبارالديهايد والبرومايدز، الميبروباميت والجلوتاثيمايد والميثاكالون الميثاكوالون. في عندي البنزو ديازيبينز برضو هناخدها اللي منها الديازيبام، وبرضو دي الأسامي بتاعتها هناخدها في الديازيبام دلوقتي. طيب هنشوف النيو سيداتيفز هيبنوتكس. في عندي جروب جنيو ودي ميزتها ان هي لا ما بتعملش ديبندنس، وعلشان كده الادكشن بوتنشال بتاعها قليل، فعشان كده ممكن تحل محل البنزودايزيبين والباربيتوريتس في السوق. اسمهم ايه؟ تبقى عارف اسمها برضو البوسبار والامبيين اللي هو عباره عن الباسبايرون والزولبيديم. والزولبيديم الاثنين دولت عباره عن نيو سيداتيفز. ميزتهم ايه او ممكن نلجا لهم ليه؟ علشان ما لهمش ديبندنس بوتنشال، ما بيحصلش منهم ادكشن، يبقى ممكن التخلص منهم بسهوله. طيب في عندي هخش اتكلم على الباربيتوريتس. الباربيتوريتس ديت طبعا بنستخدمها في مجالات كتيره جدا في الطب، ودي يعني تم اكتشافها واستخدامها من سنه 1903. المين بيرنت دراج بتاعها او اللي هو الباربيتوريك اسيد جايه من الباربيتوريك اسيد نيوكلياس، وهلاقيها بنقسمها الى جروبات. الجروبات دي اكوردنج لل الهاف لايف بتاعتها، فهقسمها الى الترا شورت اكتنج وشورت وانترميديت ولونج ولونج اكتنج. طبعا كلنا عارفين ان الالترا شورت اكتنج دولت اللي هم بيستخدموا في الانستيزيا، وفي عندي الشورت اكتنج برضو ليها استخداماتها، وفي الانترميديت اكتنج زي الاميتال او الاموباربيتال، وفي عندي اللونج اكتنج اللي هو كلنا حافظينه وعارفينه الفينوباربيتال. تمام. طب انا عندي الالترا شورت كلنا عارفينه وحافظينه اللي هو الثايوبنتال اللي بناخده في الانستيزيا، اللي هو اسمه الانترافال اللي هو هيعمل لي الاندكشن اوف انستيزيا. ما حدش بياخد بنج الا اللي عمل عمليه اللوز او كده. الدكتور لما بيديك الحقنه يقول لك هي انت في سنه ايه واسمك ايه، بيكون حط في الوريد الثايوبنتال عشان قبل ما تقول له انا اسمي احمد خان بتروح. فهو ده الثايوبنتال، لانه عشان كده ده الترا شورت اكتنج اللي هو اسمه انترافال اللي بنعمل بيه الاندكشن اوف انستيزيا. عندي الشورت اكتنج اللي هو السيكوباربيتال او السيكونال، وده برضو اللي هو بيدخل في السليب فيري رابيد في خلال ده في فيو مينتس، اقل من 1 مينت بتخش في السليب، ده ممكن 3 ساعات. عندي الانترميديت اكشن يبتدي الاكشن بتاعها من 3 ل 6 اورز اللي هو الاموباربيتال او الاميتال او البيوتاباربيتال. طيب عندي اللونج اكتنج بقى ده طويل اللي بيحطوه في الولاد اللي هياخدوا، محتاجين الناس اللي بتاخد بتوع الازمه يا اولاد بياخدوا ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بياخدوا ثيوفيلين. الثيوفيلين دوت سي ان اس ستيمولس،
وممكن يخليه ما ينامش طول الليل، انت عشان تهدي الازمه هتخليه صاحي، فبيحطوا يعملوا ميكسيشن مع اللبوس بتاع الثيوفيلين، يحطوا فيه نوباربيتال عليه علشان يقدر ان هو يعمل سيديشن اكتر، وده بيستخدم للاطفال اكتر مع الثيوفيلين، يحطوا فيه نوباربيتال عليه. ده اللونج اكتنج اللي هو هيشتغل من 6 ل 12 ساعه. اليوزز بنستخدمها سيداتيفز وهيبنوتكس، انتي كونفالسنس ممكن استخدمها، انتي كونفالسنس طبعا، والانستيتيك ايجنتس زي ما قلنا. طب هشوف كده الكونديشن اوف بويزنينج، طبعا اكسيدنتال دايما الجروب بتاعي للتشيلدرن والجماعه الادكس. الواحد كان بينام بقرص واحد فينو باربيتون، ابتدى ما بينامش بيه يبتدي ياخد قرصين، القرصين ديت والثرابيوتيك اندكس بتاعتها مش واسع قوي، يبقى قرصين ثلاثه ممكن يدخلوا في اوفر دوز. سينرجيستيك اكشن يعني احنا خدناها في الجنرال، قلنا دي المثل الوحيد اللي لما يتاخد مع الكحول هيبقى ده بيشتغل واحد وده يشتغل واحد، الباربيتوريت واحد والكحول واحد، المساوي بتاعهم ثلاثة، لأن هم بيعملوا سينرجيستيك أكشن، يعني ده يحفز ده وده يحفز ده فيطلعوا باور أكتر من مجموعهم الاثنين، تمام؟ فيبقى سينرجيستيك أكشن with الكحول. طيب السويسايدال ده كومن طبعا، لان هتدخل في بينلس ديث، هيخش في السليب ومن السليب يعدي على الكوما ويموت من غير ما يعاني، فعلشان كده استخدامها سويسايدال فيري كومن. هوميسايدال تو فاسيليتيت الريب والروبري، خاصه في الالترا شورت، الالترا شورت والشورت اكتنج باربيتوريتس. حد يقول لي سلام عليكم عشان اعرف انكم معايا. ايوه معاك يا دكتور. تمام. طيب هنيجي نشوف الميكانيزم اوف اكشن اوف باربيتوريتس. هتلاحظوا ان كل الدراجز اللي هي بتعمل سي ان اس ديبريشن او الانتي كونفالسنس كلها والحاجات دي كلها هتشتغل عند الريسبتور بتاعه الجابا، اللي هي ايه الجابا ده وايه الريسبتور ديت، هنشوف الكلام ده. احنا بنقول الباربيتوريتس هاف دوز ريليتد سي ان اس ديبريسنت افكت، زي الكلمه دي قلناها في الكحول كمان يا اولاد، اللي هي انا عندي الافكت على سي ان اس يتناسب طرديا مع الدوز، يعني الدوز زادت السي ان اس ديبريشن يزيد، يبقى الباربيتوريتس هاف دوز ريليتد سي ان اس ديبريسنت افكت، تمام. This depressant effect is believed to be through increase في الاكتيفيتي اوف جابا، اللي هو الجاما امينو بيوتيريك اسيد. الجاما امينو بيوتيريك اسيد دوت هو الانهبيتوري نيورو ترانسميتر في البرين، اللي المسؤول عن عمليه الانهبيشن. لما تيجي تنامي يبقى الجابا بتاعك هو اللي بياخد الابر هاند وبينيمك، لما تيجي بتهاديه وريلاكسد الجابا عندك عالي، يبقى ده عباره عن انهبيتوري نيورو ترانسميتر نورمالي موجود في البرين، بيزيد او يقل الاكتيفيتي بتاعته والريسبتور بتاعته بحاجات معينه، من ضمنها ان الباربيتوريت هيزود الاكتيفيتي اوف ذا جاما امينو بيوتيريك اسيد، لما يزود الاكتيفيتي بتاعت الجابا هيدخلك في انهبيشن وسي ان اس ديبريشن. طب هو ازاي هيعمل دوت؟ they bind to the GABA receptor. هو الجابا من اللي بيشتغل على جابا ريسبتورز، اللي هي عامله زي الورده كده، ريسبتور زي الورده. لو كلك خرجت من هنا وكتبت جابا ريسبتورز على الجوجل واتفرجت على الايمجز هتلاقيها زي الورده كده الخماسيه او خماسيه الاوراق، كل واحده منهم بتمثل بوابه على الريسبتورز، بتبقى كومباين مسؤوله عن هي تو بي كومباين مع سيرتن دراج او نيورو ترانسميتر معين. فهم they bind to the GABA receptors so the GABA dependent chloride channel، اول ما يبقى فيه inhibition هلاقي chloride channel دي تفضل مفتوحة علشان تعمل الانهبيشن شغال على طول، يبقى انا عندي so the GABA dependent chloride channel remains open longer with subsequent increase in the inhibitory synaptic transmission. لعل الكلام يكون مفهوم. تمام يا دكتور. طيب الكلينيكال بريزنتيشنز هيجي ازاي؟ هيعمل عندي على سي ان اس، الافكت المين بتاعها على سي ان اس طبعا، فانا عندي مايلد دراوزنس من اول مايلد اكوردنج تو ذا دوز يا اولاد، من مايلد تو كوما. طب يبقى وبعد كده في عندي ليثرجي وكونفيوجن فيرتايجو سلورد سبيتش، مدام في سي ان اس ديبريشن جامد يبقى هيبقى في سلورد سبيتش، كلام مقطع، اتاكسيا. طيب في ميموري ديفيسيت،
مش عارف يتذكر حاجات معينة. poor judgment. طيب respiratory failure اللي هي central asphyxia ممكن تحصل لو جرعة عالية. hypothermia مهمة جدا. هايبوثيرميا يجي لك كده في الكوما، من ده تشوف الهايبوثيرميا لازم تفكر في الباربيتوريت والحاجات اللي بتعمل هايبوثيرميا، الكحول بالباربيتوريت الاوبييتس، كل الحاجات دي بتعمل هايبوثيرميا. يبقى انا عندي هايبوثيرميا ديبريشن اوف ذا هيت ريجولاتوري سنتر، وفي هنا جايب لك ديت في نمرة لوحديها عشان تحفظها، characters of barbiturate coma اللي هي عادة لو جات لك case of coma بنجيب الكاركترز ديت. ايه الكاركترز دي؟ الكوما بتبقى deep may last for days، عشان الـ يعني مش كوما كده سهلة، عميقة وطويلة، وفي معاها cyanosis عشان respiratory depression بتاع اللي حاصل مع CNS depression. السكين بتاعي شكله ايه؟ كلامي سكين مهم جدا، كلامي سكين يعني رطب، وسكين بولي، سكين بولي موجوده في البريشر ارياز. خلي بالك انا لسه واخدها في الساليسيليتس في سكين مانيفستيشنز اللي هي عباره عن ايه؟ ارتكاريا، ارتكاريا وسكين ايه؟ سكين الرجي. طيب انا كان انا عندي هنا ايه؟ سكين بولي على البريشر ارياز، وفي عندي ماسل فلاسيديتي مهمه جدا. muscle flaccidity مع الكوما دي يجي لك muscle flaccidity diminished reflexes rapid weak pulse slow shallow respiration عشان الدبريشن hypotension، يعني عندي hypothermia و hypotension و hyporeflexia تمام and subnormal temperature. يبقى كل دي الكاركترز بتاعت البربيتوريت كوما. طيب هنيجي نشوف على الكارديوفاسكولار سيستم، دي هتعمل لي هايبوتنشن، والهايبوتنشن دوت برضو لازم تحفظ الاسباب بتاعته، بجيبها لك في الام اس كيو، لانه مش هايبوتنشن عادي، ده هايبوتنشن بيبقى بروفاوند هايبوتنشن وبيدخل في شوك. طب الهايبوتنشن ده ديو تو ليه؟ ثلاث حاجات مهمين جدا، ديبريشن اوف ذا ميدلري فازوموتور سنتر ادي واحده، دايركت مايوكارديال ديبريشن ادي واحده، يبقى اتنين compromised vascular tone، ودي مهمة جدا، مش بس اشتغل على الهارت دايركت، ده بيضرب برضو المسل فيسل تون، سوري الفيسل تون، يعني يبقى compromised vascular tone vasoplegic effect، عمل فيها شلل في المسلز بتاعت الوول بتاعت البلاد فيسلز، فعمل فازوبليجيك افكت، وده المسؤول الاكبر في الهايبوتنشن اللي بيحصل عندي من البربيتوريت، الفازوبليجيك افكت بريفرالي على التون بتاع الفيسلز especially with the short acting barbiturates تمام، وبالتالي الهايبوتنشن دوت هينعكس معاه rapid weak pulse. فده الافكت على الكارديوفاسكولار سيستم. على الريسبيراتوري سيستم يبقى هي هتعمل لي ريسبيراتوري ديبريشن من سنترالي برضو، ده سنترال ديبريشن، وده ينتج عنه هايبوفنتيليشن وابنيا، وبعدين هتعمل نيومونيا. طب ليه النيومونيا؟ عشان الكوما طويله ورائد، دي حاجه، يبقى عشان الرائد كتير والكوما طويله فيبقى في نيومونياز وير ذا ليدنج كوز اوف ديث. طب انا هعمل لك كده عشان بجيبها مين كوز اوف ديس، ومع الهايبوتنشن في عندي نيومونيا، الى جانب الهايبوتنشن ده نفسه ابتدى يقلل البلاد اللي رايح لللانجز فهيدخلها من اسباب النيومونيا. لو ترجعوا تاني لو كنتوا فاكرين زمان وانا بحكي لكم على الار دي اس، وان اللانج ديت فيري فرايبل فيري فراجايل تيشو، وان اي حاجه تقرب منها من قريب او بعيد هتدخلك في نيومونيا وار دي اس، ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان اللنج ما بتستحملش حاجه، قللت البلاد سبلاي عليها هتخش في نيومونيا وتخش في اديما وتخش في ار دي اس، ضربتها تروما هتعمل ريستريكشن للموفمنت بتاعها وهتعمل نيومونيا وهتعمل ار دي اس، هايبوتنشن هتعمل كده، كل الكلام دوت. عندك فازوبليجيا كمان في البلاد فيسلز تون وبتاعت اللنج من ضمنها، يبقى هترشح البلاد فيسلز، هترشح الفلويد، وهتعمل لك كمان نان كارديوجينيك بالمونري اديما، نان كارديوجينيك بالمونري اديما، ودي سمعناها قبل كده في الاوبييتس في المورفيا، النان كارديوجينيك بالمونري اديما اللي هي البالمونري اديما اللي حاصله نتيجه الدايركت افكت على البلاد فيسل وول بتاع اللانجز مش نتيجه الهارت،
عشان كده بنقول عليها non cardiogenic pulmonary edema. تمام؟ طيب النيومونيا هنا بتحصل ليه؟ بيقولك عشان البرولونجد كوما وعشان inhibition of the protective reflexes اللي هو الكاف ريفليكس. وآخر حاجة تحصل معانا النون كارديوجينيك بالمناري إديما، يعني اللانجز فيه عندي نيومونيا ونون كارديوجينيك بالمناري إديما، دولت كمان بيأثروا مباشرة على الريسبيريشن إلى جانب التأثير اللي هو سنترال من فوق، كل ده هيأفكت يدخل في سيفير ريسبيراتوري ديبريشن. تعالوا الإفكت على الكيدني، they are not nephrotoxic، هي per se not nephrotoxic، لكن هتدخل في رينال فيلير ليه؟ علشان انا لسه قايله لكم سيفير هايبوتنشن وبروفاوند هايبوتنشن، هيقلل البلاد فلو والبرفيوجن بتاع الكدني، هيعمل ايه؟ هيعمل يوريميا او انيوريا اللي هي اسمها رينال فيلير. طيب الجي اي تي ديكريزد باول ساوندز، دي هتدخل في اليام كمان، اليام اللي هو نتيجه ان الكدني الانتستنز فيها الموفمنتس بتاعتها قليله جدا، حصل فيها نوع من الشلل زي ما عملت كده فازوبليجيا في البلاد فيسل وول، في برضه في الانتستين وول بتأفكت وتعمل نوع من الفازوبليجيا، فهتدخلها في نيوروجينيك اليام باراليتيك اليام. تمام؟ يبقى ديكريست باول ساوندز، وبالتالي انا قللت الموفمنت بتاعت الانتستين، فانا هنا هوت ممكن الدراج يتنو راكد في الجي اي تي، وده اللي هيسمح لي اعمل الجاستريك لافاج والجي اي تي دي كونتامينيشن لمده طويله، مش بس بعد ساعتين من الادمنستريشن. طب نشوف السكين، احنا لسه قايلينها في عندي من الكاركترز بتاعه الكوما اوف باربيتوريتس، ان السكين بيوريني بولي على البريشر ارياز في الهاندز اند فوت. هنيجي نشوف الكوزز اوف ديث في الباربيتوريت توكسيستي، فانا عندي هنا ايرلي من السنترال اسفيكسيا والكارديوفاسكولار كولابس وليت من الرينال فيلير والنيومونيا. طب الانفستيجيشنز اللي هعملها، طبعا الدراج ليفل زي ما احنا عارفين، وبعد كده الروتين انفستيجيشنز سي بي سي والالكترولايتس الاي بي جي والرينال فانكشنز، سيرم باربيتوريت كونسنتريشن بالجاس كروماتوجرافي او الاميونو اسايز. التريتمنت بتاعي سبورتيف، بس هنا خلي بالي من الكوما، كير اوف كوما هديله كير بزياده شويه، لان انا عارفه ان الكوما بتاعت الباربيتوريت ديب اند برولونجد، يبقى انا هخلي بالي منها، بعمل اندوتراكيال انتيوبيشن، الاير ويز بتاعتي اخلي بالي منها، واسيستد فنتيليشن اف نيسيسري، بعمل شوك كنترول بالانترافينوس فلويدز وارفع الضغط بالدوبيوتامين، بعمل وورنينج ويز بلانكتس، بعمل كوما كوكتيل بديهوله عشان علاج الكوما، نالوكزين اللي احنا خدناه في الجنرال، نالوكزون والثيامين والجلوكوز، هندي انتي بايوتكس واعالج النيومونيا صح. طب الجي اي تي دي كونتامينيشن، يبقى هو احنا ابتدينا هنا بالكوما وكير اوف كوما، علشان احنا عارفين ان حالات الباربيتوريتس اكتر داخل لي بالكوما، جاي بكوماتوز في الاول، فانا اول حاجه بعالج البني ادم ايه؟ سبورتيف ميجرز، من ضمنها الكوما كير، هنتقل هبتدي بتعمل له جي اي تي دي كونتامينيشن. طب اعمل ايميسيز؟ بس لو كان البيشنت بتاعي اليرت والجاج ريفليكس بتاعي شغال وابقى صاحي كده اهوت، يبقى انا ممكن هنا استخدم الايميسيز. لو البيشنت بتاعي مش قلت ولقيته دراوزنس وحاسس ان هو هيدخل مني في كوما او هيدخل مني في لوس اوف كونشسنس، يبقى ما ينفعش اعمل له خالص ايميسيز. يبقى الايميسيز اف ذا بيشنت از اليرت وجاج ريفلكس از بريزنت. جاستريك لافاج، بس خلي بالك ده ممكن يخش منك على طول بالجزء اللي ابزوربد، يخش منك في كوما، يبقى لازم استخدم ايه؟ كافد انتو تراكيال انتيوبيشن اب تو 12 ساعه بوست انجيشن. طب ليه اب تو 12 ساعه مش ساعتين، مع انكم انتم معلمينا ساعتين بس بعد الانجيشن؟ احنا قلنا دي بتعمل اليام، بتعمل ديكريز في الانتستاينال موفمنت، يبقى الدراج ممكن قاعد في الجي اي تي مده طويله، 12 ساعه بوست انجيشن ديو تو ديكريز جي اي تي موتيليتي. بستخدم الاكتيفيتد شاركول والمالتيبل دوز اكتيفيتد شاركول في اللونج اكتيك، بستخدم كاثاريتكس زي السوربيتول. تمام؟ طيب هنيجي نشوف بعد كده، هعمل elimination of the poison from the blood بالforced alkaline diuresis. alkaline diuresis برضو لان دي جايه من الباربيتوريك اسيد زي الساليسيليك اسيد، وبالتالي انا لما استخدم الforced alkaline diuresis بسهل الاكسكريشن بتاعهم.
خلاص ليه؟ لان انا لما لما الاسيد دوت يجي بالالكلاين دايروسيز عملت البي اتش بتاعت اليورين بقت الكلاين ويجي فيها الاسيد دوت بقت هيبقى نون ايونايزد يبقى مش هيعدي ليرجع للبلاد فورسد الكلاين دايوريسيز لونج اكتنج باربيتوريت اكسكريتد باي ذا كيدنيز يبقى استخدم فيها الفورسد الكلاين دايوريسيز تمام. يبقى انا هنا مديه انتباه خاص لللونج اكتنج باربيتوريت لانها بتبقى اكسكريتد ثرو ذا كيدنيز. واضح ان الحاجات التانيه اللي هي الشورت اكتنج والالترا شورت اكتنج بيبقوا اكسكريتد بميكانيزمات اخرى غير الاكسكريشن ثرو ذا كيدني، علشان كده ممكن اخلي الفورسد الكلاين دايوريسيس بس في حالات اللونج اكتنج باربيتوريتس. طب other barbiturates has limited renal excretion زي ما بنقول لانها metabolized mainly by the liver. طيب يبقى في الحاله دي هنعمل ايه؟ هنعمل مدام مش هتبقى excreted through the renal مش through the kidney. طب يبقى في الحاله دي انا الجا الى الهيموداياليسيس، الكدني مش هتسعفني يبقى هلجا الى الهيموداياليسيس والهيموبرفيوجن. بستخدمهم فين؟ في الباربيتوريت اوفر دوزز ويز ريفراكتوري هايبوتنشن، مش عارف اظبط الهايبوتنشن ولا السيفير كوما، يبقى الجا على طول للهيموداياليسيز والهيمو بيرفيوجن. دي شود بي ريزيرفد يعني يوفروا فور اكستريم كيسز، يعني مش اي واحد جه قال لي انا خدت اربع اقراص باربيتوريت اروح مدخلها يعمل هيموداياليسيز وهيمو بيرفيوجن. لا، هوفرها للاكستريم كيسز اللي فيها برولونجد كوما از انتيسيبيتد. طيب بعد كده بنتقل الى الكاتيجوري الثانيه الجروب الثانيه وهي الطف بكتير من الباربيتوريتس اللي هي البنزودايازيبينز اللي منها الدايازيبام اللي هو الفاليوم. دي بتبقى سيف جدا عن الباربيتوريتس لان الكوما بتاعتها بتبقى قصيره ولان ما بيحصلش فيها ريسبيراتوري ديبريشن جامد زيها، فهنا المورتاليتي ريت بتاعها بيبقى اقل بكتير، لكن بتعمل ديبندنس وتوليرانس زيها زي الباربيتوريتس. طيب هنشوف هنا هو الكومن بنزودايازيبينز المستخدمه، الدايازيبام اللي هو الفاليوم واللورازيبام اللي هو الاتيفان والفلونايترازيبام، عايزك تحط عليه خط ده مهم قوي. الروبنول، عارف الروبنول ده بنقول عليه ايه؟ كان واخد اسم كده في السوق، كان اسمه ابو صليبه، ابو صليبه عشان كانت بتنتجه شركه روش، عشان كده اسمه رو، شركه روش هي اللي كانت بتعمله، وكان اسمه الروبنول اسمه ابو صليبه. وده زي الالترا شورت كده باربيتوريت، ده دايزيبام مش باربيتوريت، خلي بالك انا اقصد في الاكشن بتاعه فيري فيري رابيد، يعني القرص لو خدته تحت اللسان حتى قبل ما يخلص بتكون نايم ومتكوم على الترابيزه او على السرير او على الحته اللي انت فيها. يبقى الروبنول عليه، ولذلك كانوا يحطوه في علب العصير، كنت تسمعوا على علبه العصير يعزم عليك بعصير في القطر بتاع، فتاخد ويكون حاطط لك فيه ابو صليبه ده اللي هو الروبنول لانه بيشتغل فيه مينتس، فيقدر ان هو يسرقك او في حالات الريب او كده بيستخدموا الفلونايترازيبام الروبنول، وهو هيعمل سليب سيف ويصحى منه البني ادم تاني بعد ما يكون اتسرق او اتعمل فيه اللي هو المطلوب. فيبقى انا عندي دي الدازيبام فاليوم احنا عارفينه، والاتيفان اخوه زيه بالظبط، الرو مختلف عنهم، الروبنول او ابو صليبه مختلف عنهم ان هو فيري رابيد اكشن، البرومازيبام اللي هو الكالميبام زيهم برضو زي الفاليوم والاتيفان، ومتوفر كان في الصيدليات لما ما تلاقيش الفاليوم يقول لك تاخد كالميبام، في كلونازيبام وفي الميدازولام. مطلوب منك تبقى عارف بس اسامي الفاليوم والاتيفان الكالميبام الروبنول دوت عشان يجي لك في اسئله ان هو بيستخدم في الريب وفي الروبري لانه هو ليه فيري رابيد اكشن. طيب بنيجي نشوف بعد كده الميكانيزم اوف اكشن، ده احنا قلنا ده بيعمل سيديشن وبيعمل انهيبيشن، يبقى اكيد هيشتغل على الجابا ريسبتور. يبقى ده انا في عندي ريسبتور موجوده اسمها البنزو ريسبتور عند الجابا، يبقى البنزو دايازيبين اكزيرتس ذير اكشن ثرو هاي افينيتي بايندنج ات بنزو ريسبتورز ذات ار لوكيتد على الالفا سب يونت اوف ذا جابا receptors. The net effect of benzo on GABA alpha receptor is to increase the frequency of opening
التشانل الكلورايد تشانل اللي احنا اتفقنا معاكم ان هي الكلورايد تشانل في انهيبيشن، يبقى عن طريق الكلورايد تشانل انها مفتوحه مده طويله. اول ما البنزو شبك على البنزو ريسبتور على الجابا الفا ريسبتور يبقى فتح الكلورايد تشانل يعمل ايه الانهيبيشن، زي ما حصل بالظبط في الباربيتوريت قلنا كده بالظبط. الكلينيكال بريزنتيشن عندي سي ان اس ديبريشن از ذا مين بريزنتيشن اوف بنزو اوفر دوز اللي هو ده، بس بيبقى اقل من الباربيتوريتس. في عندي دراوزنس نفس القصه، ستوبر واتاكسيا لو جريد كوما، الاحظ هنا ان انا بقول عليها لو جريد، الثانيه كانت ديب وبرولونجد كوما، هنا البروفاوند كوما والهايبوتنشن والسيفير ريسبيراتوري ديبريشن والهايبوثيرميا مش موجودين في البنزو از انكومن، ما شفناهاش في حالات البنزو. في البنزو بتجي لنا كوما لو جريد كوما وتنه كده زي اللي رايح يومين ثلاثه لحد ما يحصل ميتابوليزم للبنزو وبيصحى تاني. هي عشان كده الديث فروم ايزوليتد بنزو اوفر دوز از رير، علشان كده البنزو سيفر عن الباربيتوريتس. بنزو دايزيبينز ار جنرالي سيفر ذان الباربيتوريتس. طيب هنشوف التريتمنت عندي ذا سيم لاينز اوف تريتمنت زي الباربيتوريتس، ولا بس هنا في لي سبيسيفيك انتيدوت، هناك ما كانش فيه سبيسيفيك انتيدوت. ده ليه سبيسيفيك انتيدوت هيشتغل على نفس الريسبتور وهيزقه عن الريسبتور بتاعته اللي هو الفلومازينيل، اسمه فلومازينيل انيكزيت. يبقى الفلومازينيل او الانيكزيت ده مهم جدا، بيشتغل سبيسيفيك انتيدوت فور ذا تريتمنت اوف ديازيبام كوما. الاكشن بتاعه الفلومازينيل از كومبتيتيف بنزو ريسبتور انتاجونست thus antagonizes the action of benzodiazepines. الادفانتجز بتاعته ان هو effective within minutes in treating isolated، مهمة قوي isolated بنزو كوما. الله، يعني مش كل حالات البنزو، لا اصل البنزو ده بيتاخد كمان يعني adjuvant مع الكحول، adjuvant مع الاوبيتس، adjuvant مع الباربيتوريتس. الناس اللي بتبلبع الحاجات ديت ايده طالت النهارده الفاليوم، فتبص مش دايما بيجي لك حاله الكوما من البنزو ان هو واخد بنزو بس، ده في الغالب الاعم الاكثر انه واخد البنزو مع اذر دراجز. وفي الحاله ديت عمرك ما تستخدم السبيسيفيك انتيدوت اذا كان البنزو ده متاخد مع اذر دراجز. ليه؟ لان هنا هو هيشيل الافكت بتاع البنزو ويخلي الاذر دراجز اللي متاخده تاخد الابر هاند. ومن ضمن الاذر دراجز اللي بتتاخد مع البنزو دراجز ممكن بتعمل كونفالجنز، وبالتالي انت هتسمح هنا للدراج يدخل العيان في كونفالجنز والدنيا تتلخبط منك. يبقى وانس ان انت عرفت انه واخد حاجات مع البنزو ما بستخدمش السبيسيفيك انتيدوت اوف بنزو، انا بستخدم السبيسيفيك انتيدوت اوف بنزو اللي هو الفلومازينيل اونلي بس في الايزوليتد بنزو انتيك لما يعمل كوما، يبقى هستخدم فيها الانكزيت او الفلومازينيل. طب الديس ادفانتجز بتاعته اهو زي ما هنقول ان هو نوت يوزد ان كومباين توكسيستي، يعني بنزو مع اذر دراجز، دراجز كوزنج سوجرز، هنا الفلومازينيل هيسبب دهوله اكتر لانه هيديكريز الافيكاسي اوف فيرذر بنزو ادمنستريشن تو كنترول السوجرز او الويذدرول، يبقى العيان مني هيفط يدخل في سوجرز على طول. increase the effect of drugs causing seizures زي tricyclic antidepressants، يعني الناس اللي بتاخد tricyclic antidepressants في الغالب بياخدوا اذا ضرب معاها بنزو هتبص تلاقيه ممكن انت ما تستخدمش هنا لانه ممكن يخش فيه convulsions. طيب بيinduce withdrawal syndromes في الكرونيك بنزوديازيبين يوزرز، يبقى الجماعه طبعا البنزو من الدراجز اللي هم بتبي ادكتد وبتستخدم ليها كرونيك يوز وليها ادكشن والادكشن بتاعها جامد مش سهل برضو. فهنا انا لو اديت الفلومازينيل في اليوزرز ديت ممكن اعمل ايه انديوس ويذدرول سيندروم. اتس انتاجونيستك افكت مي بي از شورت از 20 ل 30 دقيقه فقط، يعني الافكت بتاع الفلومازينيل 30 دقيقه بينما البنزو او يعني الفاليوم الهاف لايف بتاعته طويله.
فبالتالي هنا الفلومازينيل الهاف لايف بتاعته قصيره جدا بالنسبه للبنزو، فيبقى ده من ضمن العيوب بتاعته برضو. طيب هنيجي نشوف بعد كده، هنخش على الترايسايكليك انتي ديبريسنس. الترايسايكليك انتي ديبريسنس برضو they have been used in therapy since ايه، من سنه 1950 تقريبا. انا عندي هنا they are the most frequently prescribed pharmacologic agents for treatment of both endogenous and reactive depression. يبقى بيستخدموا في علاج الدبريشن. Despite the changing prescribing patterns of tricyclic antidepressants, the overdoses بتاعتهم are common and fatally أو deadly، مميتة. الترايسايكليك أنتي ديبريسنس خطيرة جدا، هنشوف الكلاسيفيكيشن بتاعتها، مش مهمة أوي الكلاسيفيكيشن ما بسألكش فيه، لكن أنا اللي مهم عندي الميكانيزم أوف أكشن تبقى فاهم. مهم عندي تعرف النيو أنتي ديبريسنس ديت، يعني لأن هي هتبقى بدائل للترايسايكليك أنتي ديبريسنس. أهم حاجة بتاعها اللي هي عندي السيروتونين ري ابتيك انهبيتورز، اللي احنا بنقول عليهم الاس اس ار انهبيتورز، الاس اس ار انهبيتورز، والاس الاولانيه اللي هي سيلكتيف، والاس الثانيه سيروتونين، والار ري ابتيك، والاي انهبيتورز اللي هو المثل بتاعهم البروزاك او الفلوكسيتين. طيب دولت الموضه الجديده ومعظم الناس بتاخدهم وماشيين على طول، وفي الحلقات الاجنبيه قال يعني ضابط الشرطه كل ما يتزنق في حدوته ولا النيابه تكلمه ولا القاضي يكلمه يروح مطلع علبه البروزاك من جيبه ومبلبع، قال يعني ايه هو ده اللي هيحل له المشاكل. طيب ليه دولت هم كومنر؟ لان السايد افكتس بتاعتهم اقل بكتير جدا من الترايسايكليك انتي ديبريسنس، وما بيعملوش توكسيستي رهيبه زي الترايسايكليك انتي ديبريسنس. الانتي ديبريسنس بوجه عام سواء الترايسايكليك او نيورال دول بيستخدموا في علاج ايه؟ بيستخدموا في علاج الديبريشن، النوكتورنال انيوريسز، الولاد اللي بيعملوا التواليت على روحهم لسن متقدمه ممكن نستخدم الادويه ديت في علاجهم. البانيك اند فوبيا ديس اوردرز، الواحد عنده فوبيا من الاسانسير، عنده فوبيا من الاماكن العليا، عنده فوبيا انه يركب طياره ولا قطر، ممكن استخدم معاه الانتي ديبريسنس. في بروفيلاكسيس اوف ميجرين، ممكن استخدم معاه الانتي ديبريسنس. الكونديشن اوف بويزنينج بوجه عام ده الاكسيدنتال زي ما اتفقنا، وسويسايدال. ميكانيزم اوف اكشن مهمه قوي دوت بقى، لان ايه ترايسايكليك انتي ديبريسنس هي خطورتها انها بتشتغل بميني ميكانيزمات. ازاي ترايسايكليك انتي ديبريسنس اكزيرتس اكشن ثرو؟ اول حاجه هتعمل نيورو ترانسميتر ري ابتيك انهيبيشن. طب ما انت لسه بتقولي احنا السيروتونين ري ابتيك انهيبيتورز دول احسن عشان السايد افكت. ما احنا دول قلنا عليهم اس اس ار انهيبيتور، دول هينقوا السيروتونين بس يمنعوا الري ابتيك بتاعه، بينما هنا الترايسايكليك هتمنع الري ابتيك بتاع كل النيورو ترانسميترز اللي هم منهم النور ايبينفرين والدوبامين. الله، نور ايبينفرين والدوبامين والسيروتونين. طب ده احنا ده لما يعلى قوي وده يعلى قوي في البلاد باذن الله هيعملوا فنتريكولار اريزميا. يبقى أول ميكانيزم عندها إن هي هتعمل نيورو ترانسميتر ري أبتيك إنهيبيشن لكل النيورو ترانسميترز ومعظمها في البرين، يبقى هتدخل في فنتريكولار أريزمي. عشان كده إحنا بنفضل النيور جروب اللي قلناها في الشريحة اللي قبل كده، علشان دوك هما بيعملوا إيه؟ سيلكتيف سيريتونين ري أبتيك إنهيبيشن. أوكي، تعالوا نشوف الميكانيزم الثاني. دي هتعمل ريسبتور بلوكيد. الله اكبر، يبقى هشوف كده ويتش ريسبتورز تو بي بلوكد. اول حاجه الكولينرجيك ريسبتور. طب ده احنا زي مين سمعناه بيعمل بلوكيد للكولينرجيك؟ اخونا الاتروبين. ما هي عشان كده اسمها ليها اتروبين لايك اكشن. تمام، يبقى اول ريسبتور قفلتها الكولينرجيك، يبقى ليها اتروبين لايك اكشن. طب هتقفل كمان الالفا ادرينرجيك ريسبتورز، يبقى هتعمل لي بريفرال فازو دايليتيشن، مهم جدا في الميكانيزم ده، خلي بالك هتعمل لي بريفرال فازو دايليتيشن، ودوت هيبقى بروفاوند. وهتضحك عليك وانت بتعالج في الاول، بتدخل العيان في الاول هايبرتنشن شويه صغيره، وبعدين يدخل في البريفرال فازو دايليتيشن ده اللي يعمل سيفير هايبوتنشن. تمام،
تعمل هيستامينك، بتقفل الهيستامينك ريسبتورز، عشان كده ممكن ليها انتي هيستامينك رياكشن. يبقى هي بتقفل ثلاث انواع من الريسبتورز، وده اللي هيحدد لك الميكانيزم اوف اكشن بتاعها. كولينرجيك ريسبتور يبقى ليها اتروبين لايك اكشن. تقفل الادرينرجيك الالفا ادرينرجيك ريسبتورز هتعمل لي بريفرال فازو دايليتيشن. هتقفل الهيستامينك ريسبتورز يبقى ليها انتي هيستامينك رياكشن. بعد كده ليها افكت مباشر على المايوكارديوم، هتعمل مايوكارديال ميمبرين ديبريسنت افكت. مهم قوي، ده جبت سيره ميمبرين ديبريسنت افكت، يبقى هتبلوك التوصيلات، توصيل الكهرباء، توصيل الالكترونز. طيب هيبقى هتعمل ايه؟ ليها كينيدين لايك اكشن، كينيدين لايك اكشن predominantly due to sodium channel blockade. هتشتغل على الصوديوم بوتاسيوم ATPase ميكانيزم على الممبرين، يبقى هتعمل لي ليها كينيدين لايك اكشن. يبقى ليها مايوكارديال ميمبرين ديبريسنت افكت، اللي هو بنقول عليه كينيدين لايك اكشن predominantly due to sodium channel blockade. طيب هنشوف بعد كده الكلينيكال بريزنتيشن. يبقى ما تنساش الميكانيزم اوف اكشن بتاع الترايسايكليك انتي ديبريسنس على ثلاث محاور: النيورو ترانسميتر بلوكيد، والريسبتور ترو بلوكيد، ونمره ثلاثه الدايركت مايوكارديال ميمبرين انهيبيشن، على ان هي تشتغل الكينيدين لايك اكشن. هاجي اشوف الكلينيكال بريزنتيشن. انا عندي كلينيكال بريزنتيشنز على السي ان اس، هتعمل لي ديبريشن اوف ذا منتال ستيتس اند كوما، وبرده الكوما ديت مي لاست از لونج از 3 ايام. ديليريوم، فاكرين الاتروبين كان هو اللي بيعمل الديليريوم، عشان هي ليها اتروبين لايك اكشن اهي هتعمل ديليريوم. سنترال كولينرجيك بلوكيد، قافله كولينرجيك ريسبتور سنترالي هتعمل ديليريوم بالظبط زي الاتروبين توكسيستي لما خدناها. طيب هتعمل سوجرز جنرالايزد وبريف اند سيلف ليميتد. طب هتعمل مايوكلونس، ده نتيجه ديكريز في السيروتونين ري ابتيك، يبقى السيروتونين ليفل عالي يعني. يبقى المايوكلونس نتيجه ان السيروتونين عالي في البلاد، لان السيروتونين ري ابتيك انهبيتد. في ليها بتشتغل على السيريبيلر، هنا ابتدينا نخش في حته جديده علينا عن الدراجز الثانيه، تشتغل على السيريبيلر اند اكسترا بيراميدال ساينز. يبقى هتعمل لي نستاجماس ديس ارثريا اند كوريو اسيتوزيز واتاكسيا، اللي هو كل الحاجات ديت نتيجه الشغل على الاكسترا بيراميدال تراكت او الاكسترا بيراميدال نيوكليار. هنيجي بعد كده هنشوف على الكارديوفاسكولار سيستم، مهمة قوي، لأن أنا قلت عندي كارديوفاسكولار سيستم دي هتدخل في كل أنواع الأريزميا. يا نهار أسود، أريزميا ذنوبة واحدة أو معش كده فيتن. طب كل أنواع الأريزميا إزاي؟ ساينس أريزميا، تعمل ساينس تاكيكارديا ذا كومنست، ده ديو تو ذا أنتي كولينرجيك إفكت، الأتروبين لايك أكشن بتاعها، قفلت الريسبتورز اللي هي كولينرجيك، فبقى هنا الأبر هاند متاخدة ل الادرينرجيك ريسبتورز، او يعني في الاوتونوميك سيستم لما اقفل الكولينرجيك يبقى الايه السيمباثيتك سيستم ياخد الابر هاند، هيعمل لي ساينس تاكي كاردي. يبقى الساينس تاكي كاردي ابقى عارفه سببها، بيجي لنا في الام سي كيو اختيارات تختار لي الانتي كولينرجيك افكت. ساينس تاكي كاردي ذيس از ذا كومنست ديو تو انتي كولينرجيك افكت، قفلت الكولينرجيك ريسبتورز في الهارت. نمره اثنين conduction delays اللي هو على الممبرين، احنا قلنا ليها دايركت افكت على المايوكارديال ممبرين اللي هو كينيدين لايك اكشن، يبقى عملت conduction delays. يبقى دي الاريزمي ساينس تاكيكارديا conduction delays. الكوندكشن delays هنا اللي هتدخلك في الهارت بلوك ستيج 1 و 2 3، يبقى كينيدين لايك اكشن تعمل هارت بلوك. نمره 3 اي سي جي شوز prolonged بي ار انترفال widen the QRS and the complex of the AV block. كل ده الاي سي تشينجز ديت نتيجة الكينيدين لايك اكشن اللي هو عامل ايه conduction delays. طيب الحاجة الفيتال بقى الventricular arrhythmia. طب دي ليه؟ عشان فاكرين احنا قلنا ايه عملت ايه؟ منعت الري ابتيك بتاع النيورو ترانسميترز، النور ايفينفرين الابينفرين والنور ابينفرين والدوبامين. يبقى secondary to conduction delays أول واحدة، ونمرة اتنين عشان النيورو ترانسميترز زي ما بنقول هتدخل في ventricular arrhythmias.
هتعمل ventricular tachycardia is the commonest and fibrillation is usually terminal. Initial transient hypertension زي ما اتفقنا عشان ال increased catecholamines النيوروترانسميترز اللي عالية في البلد الإبينفرين والنور إبينفرين والدوبامين كل ده كل دي كاتيكولامينز تعمل لي هايبرتنشن صوري مبدئي في الأول and then hypotension اللي هو ده predominates ده due to الألفا بلوكر effect أو الألفا بلوكينج effect and direct myocardial depression. الأنتيكولينرجيك effects بقى تبتدي تبان لي peripherally يبقى عندي dry skin and mucosa, dilated pupil, decreased bowel sounds, decreased urine flow وهايبرثيرميا. خلي بالك هايبرثيرميا دي زي الاتروبين يا دكتور بالظبط. طبعا ما انا بقول لك دي انتيكولينرجيك افكتس يعني اتروبين لايك اكشنز. طب الانفستيجيشنز عندي اللي هعملها روتين انفستيجيشنز فانا هعمل السي بي سي والالكترولايتس الاي بي جي والرينال فانكشن تيست بلازما دراج ليفل. طب الاي سي جي هديله اهتمام اكتر وابتدي اتكلم عليه لان هو المين اكشن بتاعها على الاي سي جي زي ما احنا اتفقنا كده لان انا هلاقي ايه وايد برولونجد بي ار انترفال والكيو ار اس انترفال واسعه برضو والفنتريكولار اريزمياز كل دوت موجود فيها يبقى الاي سي جي مهم جدا في الانفستيجيشنز. التريتمنت عندي سبورتيف اي بي سيز استابليش انترافينوس access and cardiorespiratory monitoring. طبعا GIT decontamination بكل الوسائل كل GIT decontamination is indicated here in tricyclic antidepressants. طب اجي بقى elimination of the poison from the blood اخد بالي ان دوت it is a typical non-dialyzable drug يعني هو كل بيستوفي كل الشروط بتاعه النون دايلايزابل دراجز وبالتالي مش هينفع فيهم لا دايوريسيز ولا دياليسيز ولا هيموبرفيوجن لان هم ار لارجلي ان افكتيف. ليه؟ علشان النون دايلايزابل دراج كرايتيريا اللي موجوده فيها وايت تيشو ديستريبيوشن وبتخش تبقى بايندنج مع التيشو بروتينز يبقى لارج فوليوم اوف ديستريبيوشن تايت بايندنج tight binding of the drug to plasma proteins, limited water solubility, يبقى early and effective gut decontamination with activated charcoal تبقى هي الوسيلة الأولى والوحيدة والمهمة for life saving, remains one of the most important therapeutic modalities. طيب تعالوا نشوف أنا عندي هنا treatment of conduction disturbances and arrhythmias باستخدام الصوديوم بايكارب. يعني انا لازم هنا حسمي انت فاكر الجدول بتاع الانتيدوتس في الجنرال كنا حاطين ان الصوديوم بايكربونات is used as antidote specific antidote for tricyclic antidepressant يبقى انا عايز استخدمها هنا هوت ان انا اقول عليها ان دي ليها specific is specific antidote. وكلمة specific antidote يعني physiological antidote اللي هي الصوديوم بايكارب. أنا رحت فين؟ مظبوط كده؟ ده اللي هي عند الصوديوم بايكارب. It is the single most effective agent for treatment. طب استنى ما نرجع كده عشان أنا بوظت السلايد ولا حاجة. رجعت جامد قوي الله اكبر. ايه ده حد معايا؟ ايوه يا دكتور مع حضرتك. انا حاسه ان مفيش حد معايا خالص. لا والله لا والله حضرتك مع حضرتك يا دكتور. طيب معايا ربنا ان شاء الله. طيب احنا كده في التريتمنت احنا وصلنا عند الاليمينيشن اوف ذا بويزن وقلنا ان هو نوت افكتيف. طيب بعد كده هنقول الصوديوم بايكارب اهي وقلنا دي السبيسيفيك انتيدوت والفسيولوجيكال انتيدوت لان هي هتعمل ايه it is the most
It is the single most effective agent for treatment of conduction disturbances and the arrhythmia associated with the tricyclic antidepressants toxicity. يبقى علاج الأريزميا اللي عندي إن أنا أدي الصوديوم بايكارب. أدي الصوديوم بايكارب. طب يا ترى الصوديوم بايكارب دي إيه السحر بتاعها؟ هتعمل إيه عشان تعالج المشاكل اللي عاملاها الست تريسايكليك انتي ديبريسنس؟ بتعمل بوث الالكالينيزيشن، هتعمل الكالينيتي في البلاد والانكريزد بلازما صوديوم كونسنتريشن. يبقى من خلال ان هي بترفع البي اتش بتاعت البلاد وبتزود الصوديوم كونسنتريشن بتعالج الافكت بتاع ايه التريسايكليك على الحواديت دي كلها. الدوز ايه؟ ما بسألكش في الدوز، الدوز ساعة العلاج هتعرف تجيبها. تمام؟ يبقى أنا بستخدم الصوديوم بايكارب علشان أعالج بيها الأريزميا بتاعت الهارت وأصلح بيها الدنيا. الليدوكين ممكن يستخدم لعلاج الأريزميا برضو. طيب الفيزوستيجمين، مش إحنا قلنا هي ليها أتروبين لايك أكشن، وأنا عارفة إن الأنتيدوت بتاعت الأتروبين هو الفيزوستيجمين. هل أستخدم فيزوستيجمين لعلاج الاتروبين لايك اكشن بتاع الترايسايكليك انتي ديبريسنت؟ اقول لك نيفر نيفر. ليه؟ فيزوستيجمين از كونترا انديكيتد ديو تو اتس سيفير كومبليكيشنز ويتش ليد تو ديث وهارت فيلير. يبقى ما حاولش اصلح الاتروبين لايك اكشن بتاعها باستخدام الفيزوستيجمين ابدا. طيب بعد كده في عندي سيمتوماتيك تريتمنت باستخدام الدايزيبام والباربيتوريتس للكونفالجنز، انترافينوس فلويدز وفازوبريسورز ويتش بوسيسز الفا ادرينيرجيك اكتيفيتي، زي ان انا ادي نور ابينفرين والفينايلفرين واعمل الكالينيزيشن فور الهايبوتنشن، كولد فومنس فور هايبوثيرميا، اعالج الهايبوثيرميا بالكولد فومنتيشن كمادات ساقعه. هنتقل بعد كده الى السي ان اس ستيمولانس اللي هي المنبهات، واحنا خدنا من ضمن الاستيمولانس خدنا في الالكالويدز. خدتوا ايه في الالكالويدز من المنبهات؟ حد يرد عليا بسرعه. خدنا الامفيتامين. لا ما خدتوش الامفيتامين، ما هوش من ضمن الالكالويدز. الامفيتامين ده مصنع، احنا في الالكالويدز ده ناكل حاجات المستخلصه من النباتات. اداكوا حاجه ستيمولانت تقريبا الكوكين كان هو السيمس. أيوة او كده. السي ان اس. ايوه كده ايوه كده. يبقى ايه؟ احنا خدنا الكوكين. تمام. الكوكين دوت طبعا كان من السي ان اس ستيمولانس. هنا الديفينيشن، انا عندي لارج نمبر اوف دراجز كوزز انتنس ستيميليشن اوف ذا سي ان اس وين تيكن ان توكسيك دوزز. من ضمنها انا عندي كلاسيفيكيشن مقسمين الامفيتامين، الامفيتامين او نقدر نقول الامفيتامينز بوجه عام، من ضمنها الامفيتامين والميت امفيتامين والبنز فيتامين. طب اللي هم دول بقى بيطلع منهم، عارفين اللي يقول له انت يالا مأكسس؟ انا مأكسس اللي هو بياخده اللي اسمه ايه؟ بيضرب حقنة ايه؟ اكستسي يا دكتور. ايوه اكستسي، برافو عليك. ده برضه مخلقات اللي هو زي من الميت امفيتامين. تمام؟ يبقى الامفيتامين والامفيتامينز اللي هي مخلقات، دي حاجات مصنعه، وعلى فكره ده فيري تشيب وبيتصنع تحت السلم ويعني وبيتدوب في البول، واللي بيضربوا حقن الامفيتامين ديت يعني معروفين، والاكستاسي، كل دي حاجات فيري تشيب لكن بتتباع بفلوس كتيره جدا. خلاص، اللي هي عباره عن سي ان اس ستيمولانس. الاناليبتكس، في الاناليبتكس يعني المنبهات، يعني دي منشطات قوي ودي اقل درجه منها شويه، اللي هو في منها طبعا الدوكسا برام، الاستريكنين. الاستريكنين في الجرعات القليله خالص اناليبتيك، لكن لما يتاخد في توكسيك دوز ده يدخل في سيفير توكسيستي وطبعا الكونفالجنز. خلاص، مش مهم الاسامي التانية اللي ما نعرفهاش. في اللوكال انستيتيك ومن ضمنها الكوكين، واحنا خدناه ده في الالكالويد. طبعا هو لما يتاخد كلمة لوكال انستيتيك ده يعني ده اللوكال انستيتيكس بتبقى مستخلصة من الكوكين احنا قلنا، لكن هو لما يتاخد بيرسي كده وكانت كريستالز بيضة وخدتوها في الالكالويد طبعا ليه سي ان اس ستيميليشن وبيموت من الهايبرثيرميا لو تفتكروا. وكمفر الزنسينز، مجموعة الزنسينات اللي هي من ضمنها الكافيين والثيوفيلين،
الثيوبرومين وكده، اللي من ضمنها هيندرج تحتها الثيوفيلين، ودي من المنشطات برضو اللي هي سي ان اس ستيمولانت. طب دي تقسيمه واسعه كده للسي ان اس ستيمولانت. ممكن يجي لك سؤال ام سي كيو كده اهبل عشان اجيب لك شويه سي ان اس ديبريسنس، وفي واحد او واحد من السي ان اس ستيمولانت، واقول لك اختار الستيمولانت من دولت، فتبقى عارف ان دول بيشتغلوا ستيميليشن ودول بيشتغلوا انهيبيشن كده برودلي يعني. طب هناخد الامفيتامينز. الامفيتامينز طبعا زي ما اتفقنا ان دي مخلقات سينثيتك دراجز، اليوزز بتاعتها بتستخدم شورت تريتمنت اوف اوبيزيتي، وطبعا ده لاين فاشل جدا اللي هو الادويه بتاعت التخسيس. كان زمان الصيدليه مليانه، كل يروحوا يشتروا شريط الدواء كان اسمه ابيزيت، عباره عن امفيتامين وميت امفيتامين وتينيويت وحاجات كده، اسامي كده لدراجات كان كلها بتستخدم في التريتمنت اوف اوبيزيتي، وعمرها ما نفعت في التريتمنت اوف اوبيزيتي لانها بتؤثر على السي ان اس وبتعمل منتال تشينجز بيهيفير تشينجز كتيره جدا. والاوبيزيتي ده بيبقى الافكت بتاعها في الاسبوع الاولاني فقط، وبعد كده بيبتدي يحصل له ايه؟ يحصل له تولرانس للافكت بتاع سددان النفس، ويروح ويبقى بياكل كل حاجه لكن مش قادر يبطل الامفيتامينز عشان هي اللي بتدي له النشاط والاكتيفيتي بتاعه، فمش قادر، فيبقى الهدف اللي كان بياخد الامفيتامينز عشانه انتفى وما بقي غير الادكشن. المانجمنت اوف ناركوليبسي اللي هو مرض النوم عند بعض الناس والاطفال، مرض النوم اللي هو على طول يقعد كده يروح رايح في النوم مشخر ورايح وهو قاعد في وسط الناس كده، ده اسمه مانجمنت اوف ناركوليبسي، كان بيتوصف له الامفيتامين. الهايبركاينيزيا ان تشيلدرن، وده لحد النهارده بيستخدم ان الولاد اللي عندهم يقول لك ايه، الواد ده عنده كهرباء زياده في المخ والحركه الزياده الهايبركاينيزيا، فيقول لك ده بنعالجه بايه؟ بيدوا له الكونسيرتا. الكونسيرتا ده عباره عن امفيتامينز، والامفيتامين سبحان الخلاق العظيم تشتغل في التشيلدرن بطريقه مختلفه غير الكبار، وممكن ان هي فعلا بتعالج الهايبركاينيزيا ان تشيلدرن. طيب يبقى استخدام الامفيتامينز في ايه؟ في ان هي شورت تيرم يعني في الاسبوع الاول فقط، تريتمنت اوف اوبيزيتي، مانجمنت اوف ناركوليبسي، هايبركاينيزيا ان تشيلدرن. الكونديشن اوف بويزنينج طبعا اكسيدنتال، لان هنا هو بيحصل تولرانس تجاه حاجه معينه هو واخد ليها، يبتدي يزود الجرعه فيخش في توكسيستي اكسيدنتال. اوفر دوز في الادكس نفس القصه، ميديكال اوفر دوز في الانوركسيوجينيك اللي هم في الادويه بتاعه التخسيس وسددان النفس نفس القصه. طيب الروت اوف ادمنستريشن في الغالب بتتاخد اورال او بتتاخد حقن بقى اللي هي الانترافينس اللي هو الاكستاسي اللي هو دوت ميت امفيتامينز بيتحقن علشان يديله النشاط الرهيب اللي هو عايزه. الميكانيزم اوف اكشن سيمباثوميميتيك اند سترونج سي ان اس ستيمولانت. طيب ازاي هيعمل السيمباثوميميتيك؟ يبقى هيزود الريليز اوف كاتيكولامينز اللي هم النور ابينفرين والابينفرين والنور ابينفرين والدوبامين، مدام دول زادوا توقع حاجات منيله كتيره في السيركيليشن هتحصل، ده نتيجه سنترال سينابتيك، بيزودوهم في السنترال سينابتيك سبيسز ومنهم في الى البلاد. انهبيتس الابتيك اوف كاتيكولامينز، انهبيتس ذا ابتيك اوف كاتيكولامينز باي سيمباثيتيك نيرف اندنجز. يبقى احنا الترانسميترز دي عاده لما تبقى ريليز بتأدي الفانكشن بتاعها على الريسبتورز وتبقى ري ابتيكن تاني بالنيرف اندنجز، هنا دي بتزود النيورو ترانسميترز ديت وتمنع الري ابتيك بتاعها، الامفيتامين يمنع الري ابتيك بتاعها تاني. طب هنبتدي نشوف الكوزز اوف ديس بتاعته، هايبرثيرميا زي الكوكين برضو والسنترال اسفيكسيا and circulatory collapse. الكلينيكال بريزنتيشنز امفيتامين انديوسد سايكوزز ان ذا فورم اوف ايفوريا اند هالوسينيشنز،
تبص تلاقي البني آدم دوت اللي ضارب الإكستاسي ولا واخد الأمفيتامين أو اللي واخد أدوية التخسيس دي، كانوا الفيميلز يحبوها جدا علشان تساعدهم على شغل البيت والكلام، وتبقى توكة تبقى غاية عمالة ترغي في حالة إيفوريا وانبساط كده ملوش معنى، وهالوسينيشنز سي ان اس ستيمولانت افكت دي ار كلاسيفايد اكوردنج تو ذا سيفيريتي انتو ذا فولوينج ستيجز. طيب هنشوف الكلينيكال بيكتشر بتاعتهم هتبقى عندي الستيجز. ستيج 1 اللي هو يا دوبك القرص الاولاني يبتدي يدخلها في ريسلسنس، اريتابيليتي، انسومنيا، مش عارفه تنام بالليل، التريمورز، تفرد ايديها كده تبتدي طراطيف صوابعها بترتعش، سويتنج، ميدرياسيس. ميدرياسيس اللي هو دايليتد بيوبلز، بس هنا هتبقى دايليتد ورياكتيف لان دي سيمباثومايميتك، يبقى هتبقى البيوبلز دايليتد ورياكتيف. طيب ستيج 2 هيبقى فيه هايبر اكتيفيتي انكريزد كوانتيتي اند كواليتي اوف اند نوت كواليتي اوف ورك، يعني هو عاوز يفضل يتنطط زي اللي بيضرب الاكستاسي عشان يرقص طول الليل حركات لكن نوت كواليتي، يعني حاجات التكنيكال بقى او اكوريت موفمنت هتعملها او حاجه عايزه انتلكتوال باور مفيش في الكواليتي مفيش، لكن انت عايز هبد ونط وحركه ورايح جاي وجري ممكن تاخدها، يبقى increased quantity not quality of work. عشان كده العيال بتوع الجيم وبتوع الرقص والحاجات دي كل دولت هم اللي بيدمنوا الامفيتامين. طب بتعمل confusion hypertension tachycardia tachypnea وفيفر طبعا فيفر طبعا. طيب ستيج 3 يبتدي يخش في delirium ومانيا self injury، هنا بيبقى في سيلف تندنسي للسيلف انجري جدا، انتنس هايبرتنشن، والسيفير هايبرتنشن دوت ممكن يدخله في ستروك طبعا وهارت فيلير وانجينا وكده، تاكي كارديا، اريزميا، وهايبر بايريكسيا. يعني هنا كانت مجرد ارتفاع في درجه الحراره، هنا بقت هايبر بايريكسيا، يعني في سيفير فيفر، هنا فيفر وهنا هايبر بايريكسيا. ستيج 4 in addition to all above دخل ابتدى يخش في convulsions و coma circulatory collapse and death. التريتمنت بتاعنا supportive ABC CN stimulation هعالجه بالدازيبام او كلوروبام كلورو لا هنا هو CNS stimulation هعالجه بالكلوروبرامازين، وده بقى اقدر اعتبره انتيدوت في الامفيتامين. ليه؟ كلوروبرامازين سبيسيفيك لعلاج السي ان اس ستيميوليشن بتاع الامفيتامين. الكلوربرومازين ده هناخده في المحاضره الجايه اللي هو الفينوثايزينز. الكلوربرومازين خلاص اللي هو اللارج اكتيل الفينوثايزينز بعتبره ان هو انتيدوت في الامفيتامين، يعالج السي ان اس ستيميوليشن بتاع الامفيتامين. الكونفالجنز هدي فيها ديازيبام، طب ده بيعالج الاستيميوليشن بوجه عام بكل انواعه بالتريمورز والكلام ده وكده، لكن ده هيعالج الكونفالجنز بس بيرسي. يبقى انا عندي هنا مهم قوي ان انا هستخدم الفينوثايازينز في الامفيتامين، هستخدم الدايزيبام عشان الكونفالجنز بتاعت الامفيتامين. الهايبرتنشن حدي الفا بلوكر وحدي صوديوم نيتروبروسايد اللي هو الصوديوم نيتروبروسايد احنا خدناه قبل كده دوت في فاكرين السيانايد كيت، مش خدنا الصوديوم نيتروبروسايد نيتروبروسيد اللي قلت لكم بيتحط تحت اللسان او بنعمله بنحقنه في الانترافينس او بنحطه تحت اللسان، الناس اللي عندها انجينا بتاخد القرص اللي تحت اللسان ده عباره عن صوديوم نيتروبروسيد، تمام؟ ده عشان علاج الهايبرتنشن وعلاج الانجينا، يعمل فازو دايلاتيشن عند الكاردياك بلاد فيسلز فيعالج الانجينا. طيب الهايبرثيرميا هعالجها بالكلوربرومازين اللي قلنا عليه ده سبيسيفيك فور الامفيتامين اند ساليسيليت. جي اي تي دي كونتامينيشن اللي هو الاميسز واللافاج ار بيرفورمد اونلي في حالات ان انا مفيش سوجرز او معالجه السوجرز. بعد كده عندنا الاليمينيشن انهانسد اليمينيشن فورس الدايوريسيز، هنا بزود اليورين اكسكريشن اوف ذا دراج but carry the risk of metabolic acidosis لان الفورسد اسيد دايوريسيس، خلي بالك دي بيقولوا عليها فورسد اسيد دايوريسيس مش الكالاين دايوريسيس. هو صحيح الامفيتامين محتاج اسيدك يورين تو بي اكسكريتد بسرعه، لكن دي انا ما بقتش استخدمها، انا ممكن اعمل فورسد دايوريسيس من غير الاسيد دي،
ليه؟ لأن دوت ممكن يساعد على إحداث ميتابوليك أسيدوزيز، ونفس الدراج دوت اللي هو بيعمل سيفير ماسكولار اكتيفيتي هيعمل ميتابوليك اسيدوزز لوحده، فانا كده ممكن ازود ميتابوليك اسيدوزز ادخله في مصيبه سودة. يبقى الفورسد اسيد دايوريسيس بقت او اوبسليت، لكن انا ممكن اعملها فورسد دايوريسيس بس. هي هتزود الايم بتاعها ان انا ازود اليورين اكسكريشن اوف ذا دراج بات كاري ذا ريسك اوف ميتابوليك اسيدوزز. سيمتوماتيك تريتمنت هعمل كول كوايت انفايرمنت تو مينيمايز ستيمولاي، هعمل في هدي فينوثايازينز عشان الامفيتامين سايكوزز. لاحظ ان الفينوثايازينز هو الكلوربرومازين، لاحظ ان انا ذكرته هنا في التريتمنت كتير، فينوثايازينز عشان يعالج الامفيتامين سايكوزز، هدي بروبرانالول اللي هو الاندرال اللي هو بيتا بلوكر عشان علاج الهايبرتنشن اند التاكيكارديا. طيب بكده خلصنا محاضرتنا النهارده ان شاء الله، والمحاضره الجايه هنتكلم على الكلوربرومازين اللي هو قلنا عليه اللارجاكتيل، وانه ازاي هيانتاجونايز الامفيتامين وينهبت الدوبامين. تمام؟ حد محتاج اي حاجه، اي سؤال؟ انا بفكركم بالاساينمنت. هو احنا عملناه يا دكتور. تمام، ربنا يكرمك يا بنتي. الكل عملتوه؟ كل الدفعه؟ اه يا دكتور ان شاء الله. طيب ان شاء الله ربنا يوفقكم. حد محتاج اي حاجه يا اولاد؟ شكرا لحضرتك يا انا متشكره منكم جدا. سلام عليكم، ما تخرجوش اما اشوف كده كم واحد حاضر. حاضر. اوكي، السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور. السلام عليكم.